أنا نعمة سعيدة أبو علا، محامية من اللي وصوا عليها. 4 سنين الأولى على دفعتي حقوق عين شمس، اتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وتعينت معيدة. بس حبي للمحاكم والمرافعات والنيابات والإقسام طغى على حبي للمنظومة التعليمية، وقدمت استقالتي كمعيدة بعد ما خلصت الماجستير. أنا بالصلاة على الحبيب وأبص في الورقة أعرف القضية دي خسرانة ولا كسبانة. ونسبة فوزي في القضايا عاملة زي نسبة فوز الأهلي بالدوري، مضمونة 200%، ومش بالفهلوة، بالتعب والاجتهاد. وزي ما قال المستشار عبد العزيز فهمي إن مهمة المحامي الخلق والإبداع والتكوين، وأهم حاجة في المحامي إنه يعرف هو عايز يوصل إيه للمحكمة باختصار، يعني بالبلدي كده ضربة مرزبة ولا 100 دقة شاكوش. المؤكدة إن موكلي إسماعيل محمد النجار لا تربطه أي صلة على الإطلاق بالمتهم عبد الصمد جمال الشوبان. الدفاع يتفضل. سيادة المستشار، هيئة المحكمة الموقرة، نحن أمام قضية. الجدع ده موكلي كان مدايني، فقال له تعالى خد فلوسك، وراح عامل له كمين وملبسه قضية إنه تهجم عليه بسلاح ناري، وكمان قال إنه ما يعرفوش مع إنهم صحابه ولاد منطقة واحدة. وأنا بقى عايز أثبت للمحكمة إنه كذاب ويعرف موكلي كويس. ما عرفوش، عمري ما شفته. يعني عمرك ما لمحته كده في صلاة جمعة، صلاة تراويح، صلاة عيد صغير، عيد كبير؟ لا. طب دورة رمضانية، رقصك، رقصته، اداك كوبري، خدته 7؟ ما حصلش. دي صورة من عقد جواز منى. هنلاقي يا ريس إنه موكلي المتهم عبد الصمد جمال الشربجي هو الشاهد الثاني على عقد زواج منى محمد النجار أخت إسماعيل محمد النجار، الذي ادعى أنه لا يعرف موكلي ولم يشاهده من قبل حتى ولو صدفة. وبهذا سيادة المستشار أكون قد أكدت لهيئة المحكمة الموقرة أن بعد ما تقدم مستند قوي وتحس أنك لمست وجدان المحكمة وأنك متصدق والخصم اللي قدامك بقى ضارب أخماس في أسداس، هنا تعلي صوتك وتثبت عينيك وتحسس المستشارين بحاجة واحدة بس، الأحقية، إن موكلك صاحب الحق. وبالتالي أطالب ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيساً على: أولاً، عدم توافر أركان الجريمة محل الدعوة. ثانياً، كيدية الاتهام وتلفيقه وفقاً لما ورد بدفاعي بجلسة اليوم. حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم عبد الصمد جمال الشربجي مما أسند إليه من اتهامات، وإحالة إسماعيل محمد النجار إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو الجرائم التي أثيرت بالأوراق. ربنا يكرمك يا رب ويعليكي وما يحبجك لحد أبدا. ربنا يبارك لك يا حاج. احنا يعني بس كنا عشمانين يعني انك تنزلينا في الأتعاب شوي. يعني انت مراتك لسه دعيالي بتقولي ربنا ما يحبجك لحد وانت عايز تنزل في الأتعاب؟ طب ما انا كده هتحوج يا بابا. اصل يعني بصراحة لا اصل ولا فصل، اخوك كان هيفرقك والنهارده هيبات في بيتهم. احمد ربنا بقى وصلك عشان شكلنا هنتقابل كتير. شكلكوا كده عيلة لبط وبتوع مشاكل. خلاص خلاص يا أستاذة، اللي تشوفيه. جدع، شكلك مش من عيلتهم يا حاج. ربنا يخليك. ابرزوا بقى بال3000 جنيه. دخل يا بندق الصندوق هنا. نعم. تسلم يا بندق. نقدم عدم يا أستاذة. حبيبي. الحمد لله على السلامة. لا عنك احلى سلام على الجيل القديم اللي هيشيل الشطرنج وينزل مكانه بالكباب والكفته. الله 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 الله، كباب وكفته وصندوق حاجه ساقعه مشكل. كسبت قضيه. حصل حصل يا ابو علب، والفضل يرجع لربنا واللي اتعلمته منك. حلو الكلام، وحلو اكتر بإزازتين بيرة مشبلين. وكان حلو اكتر واكتر بقى لو في رقصة هنا على الترابيزة بترقص لنا جنب الكباب والكفتة. ايوه بقى ايوه. بيرة ايه يا عم كراسي، ده احنا بنتشعبط في رضا ربنا يا اخي. الله الله. ابويا كان محامي عقري برضه وتعلمت منه كتير، بس هو خلاص بطل. اه محمود. وبرضه الشهادة لله اتعلمت كتير من عم محمود كراسي صاحب أبوي، محامي مبطل برضه، بس ده بقى بطل بدافع الفشل. اترفع في حوالي 2000 قضية خسرهم كلهم، ودايما أبويا بيعاره إنه ما كسبش غير قضية واحدة بس، اللي اتجوز فيها طنط أنوشة مراته الله يرحمها، ودخل أتعابه في جوازته. مش عيب إني يبقى عندي عربية وصلاح جوزي، لأ، ولا عيب إني أعدي عليه كل يوم آخر الليل وأنا مروحة عشان أخد البيت في سكتي. الست لجوزها ومفيش بينا فرق، والمليان يكب على الفاضي. اصل صلاح حبيبي بخته في الدنيا قليل، وعلى رأي المثل
قال لي البخت يلاقي العظم في الكرش، وهو عين أمه نحس كأنه كان عامل في الدنيا عاملة وبتخلص حقها منه. اسمع كلامي وما تفتيش، والله العظيم الحاجة دي هتشتغل زي اللوز. يلا يا عمنا الله يرضيك، بتهرف انت ومدحت. وحشتيني يا متر. وانت كمان يا عم صلاح، يا بتاع المنبهات يا عسل. وربنا ماليها لازمة تخطيط العربية اللي انت غاويها دي. بصونها يا نعمة. ولا بتصنع ولا حاجة، كلاب بتقعد عليها عشان بتبقى دافية والسقف بيتطبق. وماله؟ يبقى راضينا الكلاب فربنا يرضينا. يا عم صلاح كده كده مرضية ومن واسعة كمان. بأمرتي يا نعمة، بأمرتي إن أنت اللي بتصرفي على البيت؟ طب ما أنت كمان بتصرفي صلاح. بصرف أه. عشان اللي في ايدك ده يشهد على حالي يا نعمة، لو واقف قدام الناس هيقول هي اللي شارياه. بيتنا اللي فوق ده لو شاهدوه هيقول راجل البيت ما دفعش ايجاري من يوم ما سكنه مرتين تلاتة على بعض. يا لهوي، انت بدأت الوصلة. عم صلاح يا أحزان، واحد لا كده وروح. اهدى يا ابوي. بس يا نعمة، انا رزقي في الدنيا دي كلها انت. انت اجمل هدية ربنا هداني بيها. يا ابو الصلح يا عسل انت. ربنا يخليك ليا. اطلب انت بس منه انه يرزقك ويرضيك. ما تقولش الكلام ده تاني عشان ما ازعلش منه. انا وانت واحد، ولو دقت عندك وانا فكتها زي لو دقت عندي وانت فكتها بالظبط. حبك انا اهو ده الكلام اللي اتقال اهو باخت الحنك اللي اتقالت من شويه. انا لو منك اكملها ببوسه في الشارع واللي يحصل يحصل. يلا بوس. يا بت يا بت، هنبقى مفاضيح المنطقه. مفاضيح؟ اه. طب ناويني مفاضيح الشقة عشان نشوف موضوع البوس ده فوق. يلا عم صلاح يا بتاع النبات يا عسل. بس يا نعمة بس يلا. بقى يلا. هو أنا ممكن في يوم أبقى غني أوي يا نعمة؟ أيوة طبعا ممكن. هما يعني الأغنياء أحسن منك فيه. نفسي أكسب قضية الوقف دي اللي بقالها مليون سنة. هتغير حياتي. نفسي اعمل لنفسي حاجات كتير قوي. وليكي؟ بس انا مش ناقصني فلوس ولا محتاجه حاجه وهموت عليها. صراحه انا نفسي في حاجه تانيه خالص. انا عارف اني حرمك من الحوار ده، بس مش هينفع دلوقتي خالص. احنا بقالنا 4 سنين متجوزين، والحياة من غير عيال ملهاش حاسة. مش عايز ابني يطلع يلاقي أمه بتصرف على أبوه. أما تتعدل يا نعمة. طب لو ما تعدلتش؟ لو ما تعدلتش هسيبك. آه هسيبك، لأنك ساعتها هتكرهيني وهتحسي إن راجلك هفق ملوش لازمة. وهشوفها واحسها في عينيكي ومش هستحملها يا نعمة. أنا نفسي أكسب قضية الوقف دي أوي. مش هيبقى عندي مشكلة بعديها. إن شاء الله ربنا يعمل لك كل اللي نفسك فيه. بس يا حبيبي قضية الوقف دي من أيام جد جدك. مش هينفع توقف حياتك كلها عليها. مش هينفع كل حاجة تبقى مؤقتة لحد ما تكسب قضية الوقف. لازم تمشي في حياتك عادي. كسبت القضية خير وبركة، ما كسبتهاش تبقى حققت حاجات تانية. ما تعمليش زي مامي كانت بتعمل مع ابويا. ما تحبطنيش. قولي لي هتكسبها، حمسيني بس كده. اللي بيحب حد بيقول له الصح، مش يقول له اللي يرضيه ويسيبه ينطر. وانا بحبك وحقك علي ان انا اقول لك الصح. مساء الخير يا نعمة هانم، يا اجمد محامية في البلد. أجمد محامية دي؟ آه
انما هانم دي بقى الله يسترك عليها. كنا عايزين حضرتك في الشغل. علاء كرسيين للاساتذه. اتفضلوا. اتنين شاي فتلة يا علاء، سكر بره. حالا يا استاذه. لا لا متشكرين، مش عايزين حاجه. ازاي ده انتوا منورين؟ يا لهوي، انا اخر مره شفت مقاس السيجار ده كان في التلفزيون، كان الدكتور عايزه تبعوف الله يرحمه بيشرب، ومن ساعه ما توفى مقاس السيجار ده ما ظهرش تاني لا في افلام ولا مسلسلات. امروني اتفضلوا. كمال بيل الفي، اكيد طبعا حضرتك سمعتي عنه. اه دلوقتي انا ترجمت، شفت سيادتك انا في التلفزيون كم مره، رجل الاعمال الملياردير. احنا شفنا حضرتك كنت بتترافق في المحكمه، فجايين لك عشان تمسكي قضيه ياسين بيه الالفي ابن كمال بيه. اكيد بمقاس السيجار ده ابنك ممسوك فساد صح؟ لا لا لا، خطف واحداث عليها مستدينه، بس هو مظلوم، واحد كان مشاركه سلط عليه، واحد كان بيشتغل معاه يرمي بلاء عليه، للاسف اتحكم عليه غيابي بعشر سنين وتقبض عليه في الغردقه، والقضيه بتتعاد قدام نفس الدايره، وادي ورق القضيه. ماشي، هتسيبوا لي الورق ده ذاكره، واسبوعين كده اقول لكم ايه الاخبار. اسبوعين ايه؟ الجلسه بكره. بكره؟ وانا الحق اعمل ايه لبكره؟ ده الورق ده الواحد عايز ست سنين عشان يتقري. بصي يا استاذه، انا ابني هيضيع. القضيه دي ماسكها جمال بيديك ومجموعه من المحامين عندي في الشركه، لكن للاسف مفيش حد فيهم مطمني. انا مدي جمال الديك 10 مليون. لو جبت البراءه هدي لك زيه. 10 مليون. قول وعهد الله انك بتتكلم جد ومش محاورات ولا بتاع حكايات. اكيد بتكلم جد يا استاذه. انت قلت لي اسمك ايه يا كابتن؟ شلبي النابلسي. ناول لي الملف ده يا شلبي. اتفضلي. النبي يا كمال بيه، ناول لي كيس البطاطس ده من جنبك. كمال بيه كيس البطاطس. اعتبر البراءه في جيبك، بس انا ما بحبش العوق في موضوع الفلوس، واسال عني، هيقولوا لك نعمه ابو علب عمرها ما سابت حقها. طب كنا عايزين بياناتك عشان نعمل لك التوكيل. توكيل ليه؟ انا اترفع معاها مش عندي. البراءه هتكون عندك قبل ما السيجاره اللي في ايدك ده يخلص، والفلوس عايزاها كشف المحكمه. سلام.
اتفضلوا. نعمة سعيد أبو علب المحامية حاضرة مع المتهم ياسين كمال الألفي. تفضلي يا أستاذة. سيادتك لن أطيل على هيئة المحكمة الموقرة، خاصة أنني لست أول من يتحدث من دفاع المتهم، ولكن عندي كلمتين سيادتك صغيرين فيهم بأمرك يا رب براءة موكلي وفرحة عيلته وبركة إنصافه. ياسين الألفي هو رجل الأعمال الشهير كانت تجمعه شراكة مع رجل الأعمال أحمد الشيب، وتم فض هذه الشراكة. لما الشراكة اتفضت كان في شخصين يعملون في هذه المنظومة مع ياسين الألفي وأحمد الشيب، وهما ممدوح مدحت وسالم علي. سالم فضل شغال مع ياسين الألفي، أما ممدوح بقى فمشي وراح يشتغل مع أحمد الشيب. طيب، وقائتنا بتقول إن ممدوح مدحت اشتكى ياسين الألفي واتهمه بأنه قام باختطافه ومساعدة بعض الرجال الذين لا يعرفهم ولم يراهم من قبل، وقام بربطه في مكان لا يعرفه أيضا، وقام بضربه وتعذيبه مما أدى إلى إحداث عاهة مستديمة به، وهي قطع إصبعه الخنصر باليد اليسرى ونسبتها 100% يستحيل برؤها. وقال كمان في المحضر: ياسين الألفي كان سكران جداً وهو بيضربه، وإن قال له: أنا بعمل فيك كده عشان أنت وأحمد الشايب بتضره بمصالحي وأعمالي. لحد كده كويس قوي، ده موضوع المجني عليه. يبقى لنا سالم علي، وهو الشخص الذي ظل يعمل مع ياسين الألفي، وهو شاهد الإثبات الوحيد بالقضية الراهنة. سالم اللي شغال مع ياسين شهد عليه وقال كما هو وارد في المحضر انه كان سهران مع ياسين الألفي يوم الوقعة في مطعم الموندو في الزمالك، وياسين الألفي كان قاعد في المكان بيشرب كتير جدا ومتعصب لدرجة جنونية. وكمل سالم في أقواله في المحضر وقال: لقيت ياسين بيخدني معاه ورحنا على أحد مصانعه في 6 أكتوبر، وفوجئت هناك بممدوح مربوط وحواليه كذا بلطجي، وياسين بيه بدأ يضربه ويعذبه مما أحدث إصابته. حلو كده؟ لا، للأسف مش حلو، واللي جاي كله مش حلو يا سيادة المستشار. خلينا نقول، هل من الممكن إن يكون ممدوح كذاب وأحمد الشايب هو اللي وزع على ياسين الألفي وخلاه يرمي بلا عليه؟ في حد هيقطع صباعه عشان يرمي بلا على حد؟ وده طرح ذكي من شخص أنا معرفوش، بس مش مهم، نتعرف بعد الجلسة يا حاج، وهرد عليك وأقول لك فيه. وبعدين محدش في القاعة يتكلم من غير إذن. اتفضلي كملي يا أستاذ. وارجع لكلامي وأقول فيه. ممدوح أعلى مرتب وصله 17,000 جنيه في الشهر، يعني 204,000 جنيه في السنة، يعني لو خد من أحمد الشايب 1,000,000 ولا 3 ولا 10,000,000 ممكن يتبلى على ياسين الألفي. ليه لا؟ بس أنا ممدوح لا يخصني ولا يلزمني، أنا اللي يخصني هو سالم، شاهد الإثبات الوحيد في القضية. سالم شاهد كذاب. لا أنا مش كذاب، وهكذب ليه؟ أنا بعترض يا ريس. اتفضل اقعد يا أستاذ، اتفضل اقعد. كملي يا أستاذ. اعتراض زميلي المدعي بالحق المدني ما هتنيش. سالم شاهد كذاب. اللي بيخليني أقول كده يا سيادة المستشار، الواقعة مش محتاجة كتب قانون ولا مجلدات عشان يثبت فيها براءة موكلي، الواقعة محتاجة رجوع بسيط للنتيجة، أي الكالندر على أي تليفون، ومضاهاة تواريخ العام الميلادي بالعام الهجري. يوم الواقعة اللي سالم شاهد الإثبات الوحيد قال إنه كان قاعد مع ياسين الألفي في مطعم الموندو بالزمالك وياسين كان بيسكر، هو يوم 8 فبراير، وده بيوافق يوم 27 رجب.
ليلة الإسراء والمعراج. وطبقاً لقانون رقم 1 لسنة 1973 ولقرارات وزير السياحة الصادرة في شأن المنشآت السياحية، تمنع الأماكن المصرح لها بتقديم المشروبات الروحية أي الخمور تقديمها والعمل بالترخيص في الأيام المباركة كليلة الإسراء والمعراج التي ذكرتها للتو. الأماكن يا سيادة المستشار بتسمي الليلة دي دراي نايت، يعني ليلة ناشفة. فإزاي موكلي ياسين الألفي كان قاعد بيسكر زي ما سالم قال في مطعم الموندو بالزمالك وهي ليلة ناشفة؟ ودي كدبة كدبها سالم واللي فضحوا فيها النتيجة. نسيب النتيجة سيادتك ونروح لزمان شوية لجدودنا وجدود جدودنا وأمثالهم الشعبية الجميلة زي غلطة الشاطر بألف وزي الكدب مالوش رجلين. سالم قال في المحضر، تاني يوم بعد الواقعة رحت الشغل ودخلت الياسين بمكتبه لأنه ندهني وفوجئت بيه بيهددني وبيقول لي لو اللي شفته امبارح يا سالم اتحكى لحد أنا هأذيك أنت وعيالك ومراتك. فرديت عليه ده على حسب كلام سالم وقلت له أنا ما بخافش غير من ربنا وسبت له الشغل ومشيت. ده الكلام اللي قاله سالم لما راح لياسين بيه الشغل تاني يوم الواقعة زي ما قال في المحضر. وارجع للنتيجة تاني يا فندم، بس المرة دي هروح للعام الميلادي واسيب العام الهجري على جنب. هنلاقي ان يوم الواقعة هو 8 فبراير يوم خميس، يعني تاني يوم الجمعة، وشركة ياسين الألفي أجازة جمعة وسبت. فإزاي سالم راح يوم الجمعة الشغل وقابل ياسين وقال له الكلام اللي قاله في المحضر؟ إلا بقى يا فندم لو أسبوع سالم بيمشي أربع خميس حد والجمعة والسبت مش موجودين في حساباته. والحاضرة مع المتهم قررت أن الدعوة بنيت على شهادة شاهد إثبات وحيد وقد ثبت كذبه وقد ارتكزت على شكوك وظنون واحتمالات، وأدفع بعدم معقولية تصور الواقع على النحو الوارد بالأوراق. وبالتالي سيادة المستشار وهيئة المحكمة الموقرة، بالإثبات وبالدليل القاطع أصبح واضح لدينا أن شاهد الإثبات الوحيد اختلق رواية باطلة منافية لما ذكر في الأوراق، متآمراً مع المدعي بالحق المدني، مريداً تغيير الحقيقة وفرض الباطل وطمس الحق. وكما علمتمونا أن الحكم الجنائي بالإدانة له رفعته وسموه للارتقاء إليه إلا على سلماً من الجزم واليقين، وهو ما لم تستطع الأوراق إليه سبيلاً. لذلك أطالب أصلياً واحتياطياً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وشكراً على ساعة صدر المحكمة. الحكم آخر الجلسة، رفعت الجلسة، رفعت الجلسة. سرحانة في ايه؟ خايف القاضي ما يحكملوش بالبراءة؟ أنا بفكر هعمل إيه بالعشرة مليون؟ اللوت بالحكم يا أستاذة نعمة. محكمة! تفضلوا. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع مرافعة النيابة والدفاع وسماع الشهود، حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم ياسين كمال الألفي من التهمة المنسوبة إليه
ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة. رفعت الجلسة. الله عليك يا نعمة يا أبو علف. أنا نعمة سعيدة أبو علب، لسه داخلة نادي الملايين، يعني اللي فات كله فكة واللي جاي أساتك. أنت بتعملي كده ليه؟ مريم وأكرم برضو سألوني نفس السؤال. الله يحفظ أبويا سعيد أبو علم. ربنا يحفظه طبعاً، بس اشمعنى؟ كان دايماً يقول لي اوعي تعبدي الفلوس يا نعمة، اللي يعبد القرش وينسى ربه يضيق حاله ويقضي عمره كله بينهج من الجري ورا الفلوس، إنما بقى اللي بيتوكل على ربه القرش هو اللي بيجري وراه وبيتشعبط فيه كمان. عشان كده طلعت الفلوس ما بتفرقليش وبجريش وراها، وهو طلع عنده حق والفلوس هي اللي جريت ورايا وجات لي لحد عندي، وهم قدامك ومش مستخسرهم في صلاح، عشان انا وهو واحد. يا استاذ، الراجل لما بيفضى جيبه بيحس انه معيوب، بيبقى عامل كده زي الست اللي بتشوف نفسها وحشة ما بتعرفش تحب نفسها أبدا ولا تعرف تحب حد. وأنا نفسي صلاح يحس إنه أحسن راجل في الدنيا، هو أصلا أحسن راجل في الدنيا، بس دي حاله يعني خليه مداري حنيته. ما الراجل ما يعرفش يبين حنيته والدنيا مقدراه والفقر والحجة دايسين عليه وزنقينه. صدقني اللي أنا بعمله ده هو الصح. لما تضحك عليه وتقول له ان الفلوس دي فلوس وانه كسب القضيه هيفرح والاحباط هيفرقه ويحل مكانه الهنا. وكده كده صلاح حنين، هيعمل لي اللي نفسي فيه وزياده، ومالي معاه زي ماله معايا بالظبط، واحد. انما انا بقى لو دخلت عليه وقلت له انا كسبت 10 مليون جنيه ابقى بحبته زياده وبزود على همه هم، وانا مش عايزه حاجه من الدنيا غير انه يفرح وافرح معاه ويحس كده ان هو طاير واخدني على جناحه. انت يا بنت يا مفعوصه اشتغلتي معايا 5 سنين، اول مره اشوف الست اللي جواكي، كنت فاكرك جبله ما بتحسيش، واول مره برضو اشوفك غبيه. الراجل اللي ما يكونش سوي كفايه ويفرح لنجاح مراته ما يستاهلش انها تعيش معاه. اهو ده بقى كلام الاغنياء اللي ماليش فيه. وبرضه ارجع واقول لك اللي بقوله لك من اول يوم جيت اتمرن فيه في المكتب ده، قصه الشعر الحلوه دي مخلياك اصغر مني يا استاذ خالد. ايوه هزاري انت وارجازي علشان خاطر تتوهي الموضوع. بقول لك يا نعمه اولع. ايه ده يا نعمه؟ انت ورثتي ولا ايه؟ لا، نعمة بقت بتنافسني دلوقتي وبتاخد أتعاب 10 مليون. لا بتكلم جد يا أستاذ، إيه الفلوس دي؟ والله وأنا بتكلم جد، أتعابها في القضية اللي كسبتها. غريبة بس مش. بص يا أستاذ، أنت هتديله 8 بس من الـ10، وهتفهمه إنك خلصت له كل الإجراءات بالتوكيل اللي معاك واستلمت عنه الفلوس، وفهموا يعني انك خلصت مع اولاد عمامه وعماته والقرايب اللي في البلد وكل اللي معاه في قضيه الوقف. هو كده كده لا يعرفهم ولا هيسال عليهم. اهو كده ساعديني اعرف ان انت هتحوشي قرشين لنفسك. لا انت فهمت ايه؟ بص يا ساره، الشنطه دي فيها 2 مليون جنيه، هتحطي 500,000 في كيسه فرداني ونص مليون تانيين في كيسه فرداني برضه،
ونصين في كيسه مجوز. تمام؟ ونصين في كيسه مجوز. اه يا اختي، نصين في كيسه مجوز. لا، الفلوس دي مش ليا يا استاذ. انا هدي 1,000,000 لابويا سعيد ابو علا، ونص 1,000,000 لمريم واكرم، ونص 1,000,000 للست محروسه. 1,000,000 جنيه لابوكي افهمها، نص 1,000,000 جنيه لاكرم ومريم كانوا زمايلك في الجامعه وبتحبوا بعض واشتغلتوا معايا هنا في المكتب، ولو انها غريبه شويه لكن افهمها برضو. انما الست محروسه دي مش اللي انت بتقعدي على القهوه عندها تاخدي القضايا بتاعتك. تدي الست محروسة اللي انت بتقعدي عندها على القهوة 500,000 جنيه يا هطلة. هطلة؟ ده بدل ما تقولي يا أصيلة بتنعتني بالهطل. دي وش السعد يا أستاذ، ست جدعة وصاحبة صاحبها وفتحلي مكانها وشيلاني، لازم ترزق. الله نعمة، هي دي بجد أتعابك في قضية؟ لا يا سارة، مش أتعابي ولا حاجة، الأستاذ كان بيضحك عليك. أصل أنا بعت فيلة هاسيندا، قررت مش هروح الساحل الشرير ده تاني، ده بيبيعوا ازازة المية هناك ب 250 جنيه. بص يا سارة، يا أحسن مديرة مكتب لأحسن محامي في البلد بعد سعيد أبو علا وبنته طبعا. هتاخدي الفلوس دي تشيليهم عندك بعد ما تكيسيهم طبعا، وتطرقينا يا أغلى الغاليين، ولما يجي مريم وأكرم وجوزي هتدخليهم على طول، واللي شفتيه ما يتحكيش، يا أعز الناس وأغلاهم وأشرفهم. الله الله، ربنا يخليك يا اجمد محامي في الكره الارضيه. انت مش خالد الاشقر، لا انت خالد الابيض، قلب وشعر. الله. على فكره بقى، نعمه تعبت في القضيه دي قوي، وهي اللي فضلت ورايا لغايه ما خلصت. حبايبي يا حبايبي، يا ملايين يا ملايين، عشت عمري كله اسمع عنكم، كان نفسي اشوفكم مره واحده قبل ما اموت. ايه ده انت رايحه فين؟ انت مين؟ انا نوال ابن صلاح التخري. يا الف بركه، يا الف بركه، الف بركه، الحمد لله ان ربنا نصفك. شايفه فلوس ابنك يا ماما؟ شايفه. شايفه يا ماما؟ شايفه 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 شايفه. انت قلت لامك؟ اه طبعا، ما هقول لمين؟ انا ليا غيرها يا نعمه. دول كام يا متر؟ دول 8,000,000. بعد ما قرايبكم خدوا نصيبهم. وانت خدت اتعابك ولا لسه؟ عيب يا مدام، نعمه دي تلمستي وبنتي. كتر خيرك انت وتلمستك وبنتك، بس انا ما بحبش المجاملات. انا بحب. ايه؟ هاتي. معلش يا متر، اعذر امي يعني، معلش امي بقى، وبعدين عاشت طول عمرها ام شحات، دلوقتي بقت ام مليونير، فمعذوره صح؟ معذوره يا متر. ايه ده؟ طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ الساعه بقت 5 وزمان كل البنوك قفلت. ايه ده؟ انا اصلا ما عنديش حساب في اي بنك. الله، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ها؟ اعمل ايه؟ سيبهم هنا عندي. عندك؟ لا طبعا، احنا نروح بيهم عندي، وننزل من بكره الصبح من النجمه، ونفتح حساب باسمي ونحطهم فيه. مالك؟ مالك يا ماما، فيك حاجه يا حبيبتي؟ هو ايه اللي تفتح حساب باسمك؟ يعني ايه؟ انا ماليش اسم افتح بيه حساب؟ ليه مكتوب في البطاقه شرطه؟ اهبطي بالطموح شويه يا ماما. اقعدي كده. نوال؟ نوال تهبط بالطموح.
وادي الفلوس اهي. الواحدة عايزة تفتح حساب باسمها والتانية عايزة يخليهم عنده. ميغا هي. تعالى مايسك. بقول لك ايه؟ ما تجيلي مفتاح عربيتك عشان اروح بالفلوس على بيت امي. ماشي؟ وانت تروحي على بيتنا. خلاص؟ ما انا مش عاوزك تيجي معايا البيت، ما انت عارفه انت وامي ما بتقوش بعض وما لكمش في بعض وانا مش ناقص وجع دماغ. بصي خلي مريم واكرم يوصلوكي وانا بكره بعد مشوار البنك على طول جاري عليكي. ماشي؟ بقى انت بقى طلع اسمك شيماء. اصل انا احب الاسم ده. اصل امي قبل ما امها تسميها نوال كانت هتسميها شيماء، فتلاقي ان الاسم ده عزيز عليا حبتين. يعني انا في عزة امك؟ اعز. مفتاح يا بطل. شكرا يا كبير. واحنا تحت انت اتكلمت مع الراجل على الاثنين. طالعين بواحده بس ليها صلاح. بالامانه؟ استخسرت فيك يا صاحبي. ويلا امشي روح بقى. وانا مش جاي معاك؟ لا انت موتو رجل بقى عشان انا محتاج العربيه. يلا امشي امشي يا فقير. تعال. عربيتي دي على فكره كاش مش قسط، انا ما بقسطش. 8,930,000 جنيه. يكفيك شرها. أنا مأخراكي يا ست محروس، عايز تقفلي؟ لا مأخراني على إيه؟ ما أنا هقعد في البيت نفس القعدة. مش عارفة أقول لك إيه يا نعمة. لو عندي بنت ما كانتش هتعمل معايا كل ده. عهد مين ده؟ عهد الله. أنا لو كان عندي أم ما كنتش هعمل معاها كل ده. دول نص مليون يا ست محروس. أقول لك على سر؟ قولي. انت فاكره اني لما سبتك زمان تقعدي تشتغلي من على القهوه كنت سايباكي جدعانه؟ امال ايه غامضه يا صاحبه النوايا؟ بصراحه من اول يوم جيتي فيه والرزق جه في رجليكي، وكل ما كنت بتيجي تقعدي الرزق كان بيكتر، واليوم اللي ما تجيش فيه كان بيقل. فمسكت فيكي بايدي واسناني. يا محروسه يا طماعه. امال بتاخدي مني ارضيه ليه بقى؟ بدل ما تقسمي معايا اراد القهوه. في كل افوكاتو نعمه. افوكاتو؟ انت مين يا قليل؟ هو ايه افوكاتو دي؟ انا اخر مره سمعت كلمه افوكاتو دي كان ايام حسن سبانخ. ابني مسكوها بيشرب مخدرات وخدوا على الاسم. ما طبيعي يا اختي ياخدوه الاسم طالما لقوه بيشرب مخدرات. امال عايزاهم ياخدوه على فين؟ على قاع الجمباز؟ ابنك المدمن في اسم ايه؟ اسم الجيزه. ماشي يا اختي يلا. قفلي انت يا ست محروسه وروحي. سلام يا نص مليونيره. يلا يا اختي نيله في ربايتك. ادخلي يا اختي. تساليني بقى تقولي لي ابني ادمن ليه؟ أقولك ده اللي بيحصل لما الأهل بيهملوا العيال، بيطلع ابنهم مدمن زيك كده، وده اللي خلاكي تيجي تجري عليا وتقولي لي يا أفوكاتو. وقف يا ابني، وقف. إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ لا لا يا باشا، التليفون وقع تحت فكنا بندور عليه. ولقيته؟ لسه. والعربيه من غير نمر ليه؟ انا لسه شاريها يا باشا وما لحقتش ارخص. بطاقتك. حاضر. بطاقتك يا بنت. يلا العظيم يا باشا. بصي. يلا هات. بقول لك ايه يا ست انتي؟
طول ما انت ماشيه معايا لا تتكلمي ولا يطلع لك حس. حاضر حاضر يا افوكاتو. كان يا افوكاتو؟ حاضر يا استاذه. بقول لك يا باشا والنبي. ايوه. هو الباشا رئيس المباحث فين؟ والله ما اعرف. تلاقيه راح ماموريه. اهو الباشا وصل اهو. اليوم عندك عصام شوية هاتهم لي مكتبي. هو انت عرفت ازاي ان انا هنا؟ مين دي؟ اقسم بالله ما اعرفها. بص انا هقول لك. هو انا كنت بركب العربيه وفجاه جه البوليس لقوا العربيه مش مترخصه فشدت انا وامين الشرطه وبعدين سالوني انت بتشتغل ايه؟ قلت لهم بتاع منبهات فكروني سكران راح الضابط جاي ومركبني في الميكروباص لقيت نفسي قاعد جنب البت دي. بس انت فعلا سكران يا صلاح. ريحه الخمره اللي هبه من بقك خرمه خياشيم امي. بصي كدب خبانة الصراحة أنا كان معايا الزفت اللي اسمه مدحت وكنا بنلفلف بالعربية وهو كان معاه إزازة بيرة وشربني بقين وبعدين سابني ومشي فجأة حسيت إني دايخ ومش قادر أسوق فركنت على جنب وحصل اللي أنا لسه قايله لك من شوية والله بجد ولما الظابط ركبني الميكروباص لقيت نفسي قاعد جنبها. هو أنتي ماسكينك ليه؟ معرفش. أهو نعمة أنا خايف لأروح في 60 داهية بس الحمد لله إني لقيتك كده اطمنت. إن شاء الله خير إن شاء الله خير. أنا بس سلم الموضوع عشان أنت ست محترمة بس إحنا ما بنتبلش على حد. جوزك بيلعب بديله. اتفضلي. ربنا يخليك يا أمان بيه. شكرا على ذوق سيادتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت بتقف هنا كل يوم يا بطل الابطال؟ اه مورينا. الله يعينك. اصعب شغلاناتك كلها وقوف دي. بس انا بشتغل محاميه فبقف كتير بس بروح ايه ما اقولكش رجلي مفقفقه قد كده فتلاقينا حاسين ببعض. تمام وأمريني برضه. انت قصدك في سؤال كده واكيد مش هتعز عليا الاجابه. ايه؟ الراجل ده كان هنا امبارح؟ اه ده حصل حوار امبارح معاه مع الحكومة. حصل معاه حوار مع الحكومة. هو بقى كان جوه وخرج ولا كان في عربيته ومنزلش؟ لا كان في عربيته. هو مش من زبائننا اساسا. هو في حاجة حصلت؟ لا اصل انا المحامية بتاعته بحل له حوار الاسم. طب في واحدة هنا بتشتغل اسمها شيماء، الحكومة مسكتها برضه امبارح. هي كانت معايا مش كده؟ لا شيماء اتمسكت علشان خاطر اتخانقت مع زبون هنا اهو، بس طلعت على طول. تشكرها يا دباب. أي خدمة.
مالها دي؟ دي مرات الراجل اللهبة اللي اتمسك امبارح مع البت شيماء، جاية عايزة تعرف اللي حصل. قلت لها ايه؟ هو انا تلميذة صاحبي، ليه محسسني ان انا في سنة أولى؟ توهتها طبعا. لا هو أستاذ طلعت. اتفضل. خد أنا يا محمد. خير يا أستاذ طلعت. أحمر يالا أنا مش هيقلك مظبوط. والله العظيم يا أستاذ طلعت قلت ليه زيادة؟ ده هترد عليا يا حيوان. خير خير ده للقهوة خير ليه كده يا أستاذ بهدلت الأرض دي العظمة لله والتناكة لأولاد اسمعوا تستقوى على القوي يتسقف لك إنما على الصغير شكلك يقل اسمك إيه يا كابتن محمد خلص دراستك بقى ولا لسه بتدرس يا حماد انا خريج حقوق يا لهوي زميل يعني امال ايه اللي رماك على النوع ده من الاسئله انا اسئله يا استاذه فتله ولا كشري سكر بره ولا سكر جوه فاتح ولا غامق اكل العيش جدع يا واد راجل عن اذنك ثانيه واحده يا استاذه عنك يا حماد لا يا استاذه ما يصحش ما يصحش يا استاذه عيب ربك اللي قعدنا على مكاتب هو ربك اللي مسكه صينيه مع انه خريج حقوق زيه زيك بالراحه على خلق الله عشان ربنا ما يبعتلكش اللي يستقوا عليك واد يا محمد مش هتقولي عنك سيبني كمل انا قلت لك يا استاذه من الاول عنك والله انا اسف انا اسف بقول لك يا حماد البتاعه دي ما تنضفش كويس لو عندك خشه جوه هاتها وانا اخلص لك الموال ده كله بثواني حقك عليا ما تزعلش انا جيت يا استاذ خالد دي جايبني على مالها وشي يا مقدر حبايبك من كتر حبهم فيك اهلا يا نعمة اتفضلي معلش كان لازم اشوفك النهارده في حاجة ولا ايه؟ جوزك كسب قضية الوقف بجد أنا عملت زيك كده لما عرفت يعني هي القضية بقالها 25 سنة في المحاكم وجاي يتحكم فيها دلوقتي حظه طب هنعمل إيه دلوقتي؟ ما هو ده اللي أنا جايبك علشانه جوزك اتحكم له ب 14 مليون جنيه 14 مليون جنيه؟ والله المفروض كلنا نروح نتمسح في صلاح ونخليه يدعي لنا ده طلع مبروك هو انت متضايقه لا انا بس مش عارفه اعمل ايه اصلها اسهل حاجه ان انا اروح اقول له ان هو كسب القضيه بجد بس ازاي ده احنا ما ضحكنا عليه وادينا له 8 مليون بتوعي اتغير واتبرمج مناخيره بقت في السما ده حسسني ان هو صلاح بتاع الليفر مش صلاح جوزي بتاع المنبهات
قال لي هو انت يا نعمة عمرك كسبتي مبلغ زي ده؟ انا مش هينفع اقول له ان الفلوس دي كانت بتاعتي. ليه؟ لاني لما كدبت عليه اول مرة كنت خايفة اكسره، دلوقتي لو قلت له ابقى بهده، عمره ما هيقدر يحط عينه في عيني ولا ينام جنبي فرشة واحدة بعد الرسمة اللي اترسمها عليا. ايه ده؟ مكتوب مذكرات اكرم حسام الدين. هو انت كنت تكتب مذكراتي يا اكرم؟ هاتيها يا مريم. لا هاتيها بقى والله العظيم هاتيها. يا مريم مش وقت هزار. مريم هاتيها بقى. يا انا بتكلم جد دلوقتي ما بهزرش. ده يا مريم افتحي بجد هقفش. النهارده الدكتور طردني من المحاضره عشان سمع صوت شخيري وانا نايم. يا مريم افتحي ما بهزرش دلوقتي. ايه يا ابني اللي انت كاتبه ده؟ طب والله لا اقرا لك المذكرات كلها. النهارده اليوم كله ماشي ماسك بطني بسبب سندوتش البيض بالبسطرمه اللي ماما عملته. هو مفيش ام برضو تعمل سندوتش بيض بالبسطرمه لابنها من بالليل وتسيبه بره التلاجة. طب ممكن تفتحي وبطلي هزار؟ ايه اللي انت كاتبه ده يا اكرم؟ انت ازاي يا ابني ما نشرتش مذكراتك دي في الجورنال؟ دي كنوز ولازم الكل يستفيد منها. افتحي بقى يا مريم بقى افتحي. خصوصا موضوع البيض بالبسطرمه ده. النهارده اخر يوم ليا في الكليه وكانت اوحش سنه، مش لاني بعيدها لان نعمه اتخرجت السنه اللي فاتت وقضيت سنه من غيرها. نفسي اقول لها اني بحبها بس بخاف. نفسي اقول لها بحبك يا نهبة حب مش عادي، الحب اللي بسمع عنه في الاصوات القديمه وفي افلام محمود ياسين ونجلاء فتحي. انا عيل صغير طلعني يا اكرم. هو ايه اللي جاب سيره المتر دلوقتي؟ ايه كنت بجيبها معايا تحاسب لي على المشاريب ولا حاجه؟ وهو حد قال كده لا سمح الله؟ وبعدين حد يطول يبقى جوز المتر نعمه ابو علب ست الستات؟ انا طولت ما مراتي اهو مظبوط. ازيك يا ماري؟ الحمد لله يا صلاح انا كويسه. ها ماري ايه الموضوع بقى اللي انت كنت عايزاني فيه؟ اصل انا في المرحله دي مش اي مكان بقدر استحمل اقعد فيه كتير. كنت عايزه اقول لك على حاجه بس توعدني ما تقولش لحد انك عرفت مني. ما تنجزي يا ماري، قلت لك مش هقدر اقعد في المكان ده كتير، نفسي بيضيق. الفلوس اللي انت خدتها من قضيه الوقف. اه 8 مليون. مال انت ما كسبتش قضيه ولا حاجه ولا القضيه اتحكم فيها من اساسه، كل ده حوار عملته عليك نعمه عشان ما تحسسكش انك راجل قليل معكش فلوس. والفلوس اللي اديتها لك دي بتاعتها وعملت عليك فيلم مع خالد الاشقر. لو الفيلم الهندي اللي انت بتقوليه ده حقيقي نعمه ان شاء الله جابت ال 8 مليون منين؟ نعمة اترفعت في قضية الرجل أعمال كبير وجابت له البراءة. إدها أتعاب 10 مليون. إديتك أنت 8 وإديت أبوها مليون ومحروسة نص مليون وكانت عايزة تدينا أنا وأكرم نص مليون. بس إحنا ما رضيناش. مش مصدقك. أنت ممكن تسأل خالد الأشقر. ولا اخدك انا من ايدك اسالك على قضيه الوقف قدامك وتشوف اتحكم فيها ولا لا. انا ما صدقت مسكت الفلوس في ايدي. بس انت ما تعرفيش عيشتي كانت عامله ازاي يا ساره.
أنا في أوقات كده لما كنت بتخانق مع مراتي في وسط الخناقة كان يطلع لي صوت جوايا ويقول لي وطي صوتك يا صلاح، دي هي اللي أنياك، هي اللي بتصرف، كمان هتعلي صوتك. عارفة يعني إيه راجل ما بيعرفش يتخانق مع مراته؟ ما بيقدرش. لما يجي اليوم واخد نفسي ارجع تاني جوز الست، جوز الست تاني. ما تقولش كده، انت راجل بذكائك يقدر يعمل قد الفلوس دي 100 مرة. ما تضايقش نفسك عشان خاطري. انا اسفة يا صلاح، مش عارفة عملت كده ازاي. يا ريتني كنت قابلتك وانت مش متجوز. معلش بقى، انا حظي كده. طب انت هتعملي دلوقتي؟ مش عارف، مش عارف، مش عارف يا سارة. انا هبقى معاك ما تخافش. يا زفت، ما بترديش عليا على التليفون ليه يا زفت؟ وايه المقابله اللي انت مقابلها لي دي؟ مش عايزاكي في بيتي يا نعمه. مش عايزاني في بيتك؟ ليه يا مريم؟ أنا عملتلك إيه؟ أنا بكلمك على التليفون ما بترديش، وجايلك لحد عندك عشان أصالحك أنت وأكرم بعد ما قال لي إن أنتوا اتخانقتوا على موضوع تافه. ما أعرفش كان بيكتب مذكرات إيه وكان بيحب بنت مين أيام الجامعة. ما قالكيش مين البنت اللي كان بيحبها أيام الجامعة؟ مين اللي كنت بتحبها ايام الجامعه يا اكرم؟ مين يا اكرم؟ انت يا نعمه. قريت في اجنده لجوزي انه كان بيحب صاحبتي ايام الجامعه. طب وصاحبتك مالها يا مريم؟ ما ترديش عليا في التليفون ليه؟ ومقابلاني المقابله دي ليه؟ صاحبتك عملت ايه غلط؟ صاحبتك بتشوف جوزك زي اخوها. ده ليه وقتي اللي معرفاكي عليه؟ يعني لو عيني كانت منه كنت جوزتهولك ليه؟ انتوا الاثنين اخواتي وما عنديش حد اقرب منكم ليا. انت لو مكاني هتعملي ايه يا نعمه؟ كنت هزعل يا مريم، كنت هزعل قوي كمان، بس من جوزي مش من صاحبتي. بس بعد ما كنت هزعل كنت هقول لنفسي ده لعب عيال ايام الجامعه. كنت هقول لنفسي اكيد جوزي بيحبني، يا اما ما كانش قاعد معايا السنين دي كلها. كنت هفكر في اي حاجه غير اني اخرب بيتي واقول اني عايزه اتطلق. وبعدين انت عبيطه قوي يا مريم، عشان لو طلعت اي صوره ليا ايام الجامعه عمرك ما كنت هتزعلي من اكرم، بالعكس كنت هتزعلي عليه. انا كنت وحشه قوي ايام الجامعه يا مريم. طب اقول لك على حاجه انا عمري ما قلتها لحد. انا وانا في ثالثه كنت معجبه بالدكتور حسين النوري، لحد ما عرفت انه بيعمل خدود وفتله قفلت منه. تفتكري بقى لو قلت الموضوع ده لصلاح يطلقني؟ اقعدوا مع بعض وتصافوا، ما تدخلوش حد بينكم، وتصالحوا بسرعه. مش لاقي حد اخد ودي معاه في الكلام وانتم قلبين على بعض كده. عندي حوارات قد كده متكومه عايزه احكيها لكم. ملعون ابو مذكراتك يا عم المدون.
ايوه يا نعم. مش تقولي ان مراقبه الستات طلعت صعبه قوي كده؟ ليه بس يا حماده؟ الست اللي انت بعتينا راقبها دي كحولتنا 4 ساعات بتلفف وتعمل شوبينج، تخرج من محل تدخل محل تاني، بعد كده راقب لك رجاله على عيني وراسي، الستات لا. طب وهي فين دلوقتي؟ قاعده مع واحد في كافيه. طب بقول لك ايه؟ ما تحاول كده تدخل تقعد جنبها في اي حته وتسمع لنا اي حاجه بتقولها. لا الكافيه شكله غالي وانا معيش غير 20 جنيه، بلاش فضايح. هصورهم لك. انك تطفش كلون باب يا مدحت، معلش لما اقعد اقفل باب في وشك. لما تيجي تطفش كلون باب انا هقول لك تطفشه ازاي. تمسك لما اقعد المفك وتيجي من عند الكلون من عند اللسان كده وتروح مره واحده تكه لفوق. شفت فتح بسرعه ازاي؟ موضوع بسيط. يا لهوي كنت هنسى اسالك، تقدر تطفش الكلون باب ليه يا مدحت؟ كنت عايز تكسر باب بيتي ليه يا مدحت؟ انت بدل ما تدخل البتاع ده في زورك، انت اللي جابك تطفش الكالون يا مدحت. في ايه يا نعمه؟ ياسين بيه؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ياسين بيه اللي جابك انت والوالد هنا؟ لو كان الموضوع لعب معاك وجايب الوالد وجاي تطلب ايدي من جوزي. معقوله؟ ده كلام برضو؟ مش معقول يعني. اللي جابك يا مدحت. كمال باشا، السلام عليك يا فندم. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك ياسين بيه؟ فيها نعمة. مين ده وماسكة كده ليه؟ ما ردتش عليا يا ياسين بيه. هو احنا كنا عايزين كنت اتكلمت انا وياسين وشايفين انك لازم ترجع الشركة. مش كده ولا ايه يا ياسين بيه؟ لا استناني بقى يا كمال بيه عشان الحوار شكله هيطول. اقفش الواد ده حلو يا حماده. فيها نعمة. صاحبك كان عايز يكسر باب شقتك وقفشته. كدابة، مين دي اللي كدابة؟ تكسر باب بيتي يا مدحت؟ تشتم مراتي قدامي؟ ده آخر اللي ما بيني وما بينك. والبضاعة اللي عندك في المحل ما تلزمنيش. حلال عليك. مش يا مدحت. امشي! امشي! وركز بقى يا بورا، ما عندنا شغل كتير. مالك يا حماد؟ هو انت كنت مخلينا راقب الست دي عشان تعرفي هي مصاحبه جوزك ولا لا؟ يعني ايه مش فاهم؟ ما انا لما جيت لك امبارح عند البيت وشفت جوزك فهمت. فهمت ايه وحبيبتي؟ انا مش فاهمه حاجه. ما هو جوزك اللي انا شفته امبارح عند البيت ده هو اللي كان قاعد مع ساره في الكافيه لما كنت براقبها وقلت لك ان هي قاعده مع حد. عبيط يلا. جوز مين اللي كان مع ساره؟ اهو. تروح حتة غير وانت وراها. أكيد طبعا.
انا بحب اعمل كده على طول. طيب ماشي، سام دلوقتي. خالد لاشق اكلمك؟ قال لك بس كده يا نعمه؟ تضحكي عليا وتديني فلوسك؟ بس معلش انا عارف انك عملت كده عشان قلبك ابيض، بس شفتي ربك رزقني وخلاني اكسب القضيه بجد عشان ما تبقيش مجبيه عليا. بس عموما كتر خيرك وعاوز ابقى ارجع لك فلوسك. يا سمير. ايوه يا استاذه، الزبون معايا، طلباتك. بص، هو ضرب ابويا على دماغه وخد فلوسه، بس انا الحمد لله لقيت الفلوس. عايزك تديله علقه محترمه، بس اوعى الواد يروح فيها. لا ما تلاقيش، انا ايدي ايد دكتور. ماشي يا سمير، تمام. ده ابن الجزمه مدحت صح؟ يستاهل. طلع هو الكلب الواطي اللي سرق ابوك يا محروسه. بعد ما قفشتيه بيحاول يكسر باب الشقه، الموضوع لعب في دماغي. دورت وراه وقررته وخليته يعترف وخدت الفلوس غصب عنه وجبتهم هنا. انا بس نسيت اقول لك، ما هم في اوضه الكراكيب على فكره. ثانيه واحده واجيبهم لك. أم نعمة، معلش يا نعمة، في ناس واطية. عندك حق، في ناس واطية فعلا، مهما تعمل معاهم هم ناس واطية. وفي ناس أصيلة ما بتنساش الجميل، زي الواد اللي كنت بكلمه في التليفون كده، اسمه سمير زلابيا، وسجل جرايم نفس، طلعته مرة براءة في قضية ومن ساعتها يتمنى لي الرضا رضا. أصيل. طب كنت بقول لك عايز ارجع لك فلوسك. ملعون ابو الفلوس. مفيش بين الخيرين حساب يا عم صلاح. انا بس هاخد دول. هرجعهم لبابا والمحروسه. وبما انك عرفت ان كده كده بقى الفلوس بتاعتي، فمحروسه ما كانتش بتحوش معايا ولا حاجه، دي فلوس انا كنت مديها لها. واديت لابويا كمان فلوس. كلكم غاليين عندي. هو بغض النظر يعني عن اني مش فاهم انت ليه تدي القهوجيه دي مبلغ كبير زي ده، بس هو انت عرفتي منين ان الواد مدحت هو اللي عملها؟ لما جه هنا وحاول يكسر الباب قبلها على طول لقيت الفلوس في اوضه الكراكيب. هو انت كنت قلت لي لما قابلته وقررته كان قبل ما يجي هنا ولا بعدها؟ لا لا، قبلها طبعا. أنا قلت قبلها. أنا فلما لقيت الفلوس قلت أكيد يعني مش صلاح اللي سارقهم، عشان لو صلاح اللي سارقهم هنبقى في آخر الزمان. قلت أكيد حد كان سارقهم وصلاح جوزي حبيبي خدهم منه ورجعهم هنا. فقعدت أفكر يا ترى مين، يا ترى مين. قلت أكيد مدحت، مفيش غيره. طلعت صح. تخيل، اكيد قلت له كده وانت بتاخد منه الفلوس صح؟ طبعا، واكتر من كده. اتفضل يا مولانا، اتفضل يا وش الخير. بارك الله فيك. اتفضلوا يا اساتذه، اتفضلي يا عروسه. ايه ده، عمركم شفتوا عروسه وزه كده والنبي؟
ده ايه الوز ده؟ تعال اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل اتفضلوا يا اساتذه اتفضلوا. اهلا وسهلا. داريهم بقى بدل ما تسرقوا منك تاني. ويا نعمه تكون دي فلوس ثانيه وبتضحكي عليا. والله يا هم ولقينا الحرامي حتى لسه معديه على ابويا فلوس هو كمان. مالك يا نعمه؟ ايه محمد؟ نعم انا انا قدام بيت ساره. صلاح دخل معاها. دخل معاها البيت؟ اه. ومعاهم معاهم مأذون واتنين كده شكلهم شهود. اتجوزت عليا صلاح؟ تردش ليه؟ مكسوف؟ ولا خايف على زعلي؟ سارة؟ طب امتى؟ بلاش انت. ليه؟ دي سارة مكاتب. والله العظيم مسمينها سارة مكاتب. أشهر مديرة مكتب في البلد. والعروسة بقى قالت لك على تاريخها المشرف؟ ولا غفلتك؟ كنت تعالى اسألني عليها من باب العشرة، أو كنت خدتني معاك نروح نخطبها. بس كناش هنلاقي حد نخطبها منه ولا حد نمد ايدينا في ايده. دي مقطوعة. أصل أبوها كان قواد ومات في السجن، وأمها اتمسكت في 9 قواضي آداب، وسارة طالعة لأمها بس أأدب، مسكت في قضيتين بس، وخلت الأشقر طلعها من التالتة، وقعدت تتصعبين له لحد ما جت تشتغل في المكتب، والمكتب كان فتحة خير عليها، جوزت نص الموكلين حرفي ونص التاني أجهضت منهم، وكان كل ما يمشيها تتصعبين ويرجعها تاني، كنا بنقول عليها سارة مكاتب دي معلمة. معلمة. أنا صلاح تتجوز عليا دي. دي قول لك إيه يا نعم؟ اطلعي بره بيتي بدل ما أوريكي سارة مكاتب المعلمة هتعمل فيكي إيه؟ أوعي إيدك كده. يلا صلاح نروح بيتنا.
طلقها دلوقتي ولا هنسى كل حاجة. أكيد مفيش حاجة حصلت. هزعل شوية بس والله العظيم هنسى. أنا عارفة إن هي اللي وقعتك. أنا عارفاها. أنت مستحيل تعمل كده من دماغك. أنت بتحبني زي ما بحبك. صح؟ مستحيل تعمل كده من دماغك. لا يا نعمة. أنا عملت كده من دماغي. وأنا مش عيل صغير بريال عشان حد يوقعني ولا يضحك عليا، لا. أنا كبير وغني ومعايا ملايين كتير. أتجوز مرة واثنين وثلاثة وأربعة كمان. أنا حر. أنا غني يا نعمة. تعالى نروح نتكلم في البيت. يلا يا سلام. يلا كان بيتكلمنا في بيتنا. يلا. لا يا نعمة. أنت هتروحي لوحدك، أنا هقعد هنا مع مراتي التانية. آه. هي مراتي على فكرة وليها فيا زي ما انت ليكي بالظبط. طب عشان خاطري، عشان خاطري يا صلاة تعالى وصلني. طيب اصل انا مشيت عربيتي. هتسيبني اروح لوحدي يا صلاة؟ مدهوري تروحي بقى، ولا انت ما عندكيش دم؟ اطلعي بره بيتي وما تخلينيش اشوف خلقتك هنا تاني. دي مراتي، دي نعمة. هي كمان مراتي على فكرة زي ما انتي مراتي. وبعدين انتي اللي غلطتي فيها الأول وفي بيتها. يا حبيبتي متجوزك عشان الفلوس اللي جات لك. تصدقت بجد انها وقع فيك عشان سواد عيونك؟ ويا ترى بقى قلت لها الحقيقه ولا غفلتها انت كمان؟ قلت لها ان مراتك كانت بتصرف عليك السنين اللي فاتت دي كلها؟ قلت لها انك موكوس؟ قلت لها ان عشا بيتك ما كنتش بتقدر تجيبه؟ قلت لها مين اللي كان بيدفع ايجار البيت؟ قلت لها فواتير الغاز والميه وكل حاجه مين اللي كان بيدفعها؟ كفايه يا نعمه، يا ولا كلمة تاني. قلت لها اني كنت بوصلك الشغل وارجع اجيبك بعربيتي. عشان جيت في يوم عيطت لي. قلت لها انا حاسس اني مكسورة قوي يا نعمة وانا باخد منك فلوس المواصلات. انا حاسس اني مش راجل. كفاية! خلصنا! لا ما خلصناش. ما خلصناش ولا هنخلص. واللي جاي كله دق على دماغك انت وهي. انا هعرفك ان اللي دوست عليها صينوك وشايلك على دماغها اسمها نعمة أبو علب. ما تسيبش حقها. ورحمة أمي لا خليك تنسى النوم وتمشي تتلفت حوالين نفسك يا ابن نوال. بتمد ايدك عليا؟ بتضربني يا جسارة؟ ما أنا خلاص بعد كده مش هقولها غير يا جسارة. دي أوحش شتيمة ممكن راجل يتشتمها. جسارة مكاتب. جسارة بتاعت الدهارة. وبنت بتاعت الدهارة برضو. وبنت القوات. يا جسارة! Thank you.
نعمة. 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 انتي ماتت. انا هعمل حاجة. مش هتسيبني اتعكس. مش هتسيبني اتعكس. احنا لازم ندفنها. نلفها في السجادة. نلفها في السجادة دي ونروح ندفنها في أي حتة. لا لا. مش أي حتة. لازم حتة. محدش يعرف يلاقيها لانها لو حد لاقيها هيعرفوا انها مقتوله، لكن لازم تدفن في حته محدش يلاقيها خالص عشان ما يعرفوش انها اتقتلت. فين؟ فاهمه حاجه ولا غبيه ولا ايه؟ فاهمه؟ المدافن بتاعت العيله بتاعتي. اهلي وكل قرايبي كلهم ماتوا خلاص، مش هيتفتح تاني غير لما انا اموت. فلما يتفتح ولا حد هيبقى فارق معايا لو لقوها. مفيش غيرك. مفيش غير منك. ما تقلقيش. كل حاجة هتعدي. ما تقلقيش هتعدي. هنا وصلنا. السلام عليكم. ايه في ايه مدام؟ انا حوده التربي. ازيك يا حوده؟ ازيك يا مدام ساره؟ عاش من شافي. بقالك سنين يعني ما بتجيش. معلش الدنيا مشاغل بقى، انت فاهم. انا جيت بس ازور ماما وبابا بالليل كده. ما هم لما بيوحشوك بقى مش بتبقى عارف الدنيا ليل ولا نهار. تبقى اروح اعمل لك شاي؟ لا شاي ايه، ربنا يخليك. ممكن تروح تنام انت، انا هقرا لهم قران واقفل ورايا وامشي على طول. صلاح 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 السواق. طيب تصبح على خير. ربنا ما يقطع لك عاده. كتر خير. Thank you.
لازم تحرق، لازم تتحرق. على فكرة الكلام اللي نعمة قالته عليا ده مش حقيقي، كانت بتتسلى عليا. مش فارق، الكلام اللي قالته نعمة سواء صح أو غلط مش فارق، إحنا في مصيبة أكبر. أنا خايفة أوي يا صلاح. لازم تخافي عشان الغلطة بفورة، الغلطة بحشماوي، فاهمة؟ انتي لازم تعملي زي ما بتعملي كل يوم، تروح شغلك عادي، تتعاملي مع الناس عادي، اوعي حد يشوف خوف على وشك او يحس ان فيك حاجة، عادي خالص، فاهمة؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم اروحك، اروح واغير هدومي وانضف، لسه قدامي لفه طويله قوي. انا واحد المفروض مراته ما رجعتش لحد الساعه 2 بالليل، يعني لازم اقلب عليها الدنيا، مش كده ولا ايه؟ مالك يا صلاح فيه؟ وحياة أغلى حاجة عندك، لا أنت مطمني وقايل إنها هنا. هي مين؟ نعمة؟ أمال هتكون مين يعني؟ لا نعمة مش هنا. هو في حاجة حصلت بينكوا طيب ولا إيه؟ مفيش حاجة حصلت ما بيننا يا مريم، أنا دورت عليها في كل حتة وتليفونها مقفول، حتى رحت لها عند محروسة سألت عليها وبرضه ما لقيتهاش. أنا مش عارف في إيه ده، إحنا كنا زي الفل، كنا زي العسل. طب كلمت عم سعيد ولا لأ؟ كلمته 100 مرة ما بيردش عليا، أكيد نايم، أنا قلت أجي لكم الأول قبل ما أروح له، سلام. استنى 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 صلاح. هغير بسرعة واجي معاك. استنى. ماشي ماشي. Oh!
ايوه في النعمة يا سارة. انت مين؟ انا محمد المساعد بتاعها، وكنت معاها امبارح قبل ما تدخل البيت عندك، ومن ساعتها واحنا مش لاقيينها. هي فين؟ نعمة عملت مصيبة امبارح وصلاح مش عارف يخرجها منها. بقول لك ايه؟ سيب لي نمرة تليفونك وانا هبقى اكلمك علشان تيجي تقابلها. طب انا هقوم على عومك وهستنى منك مكالمة، بس لو طلعتي بتشتغليني او طلعت وعملتوا في نعمة حاجة انا هبلغ البوليس. ولا اقوم على عومك ليه؟ انا هروح ابلغ البوليس دلوقتي، هقول لهم نعمة جوزها اتجوز عليها الست دي، وامبارح دخلت البيت عندهم ومن ساعتها اختفت. هما بقى يتصرفوا. انت حر، عايز تبلغ البوليس بلغهم، بس انت كده هتكون بتورط نعمة. ولا اقول لك خليني اجي معاك ونبلغ احنا الاثنين مع بعض، اخلص برضه انا كمان من الموضوع ده، ايه رايك؟ تحب اعمل كده؟ ماشي، انا هستنى تليفونك. هستنى تليفونك. هستنى تليفونك. صلاح رحنا في داهية صح؟ رحنا في داهية؟ رحنا في داهية. صلاح طب هي لو اتطربقت فوق دماغنا هتبيعني؟ قسما بالله العظيم لو قلت حاجة أنا هقول إنك أنت دفنتها معايا وقتلتها معايا. كلام خايب مش عايز، بدل ما سيبها تتطربق فوق دماغك بجد ولوحدك هتهدديني تاني وهتحطيلي فوق همي هم، هسيبك في اللوصه بطولك وهخلع، فاهمه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هاتي رقمه يلا. الجثه اللي هوريها لك دلوقتي لقيناها مرميه في النيل، السمك مشوه وشها وجسمها كله، والتقرير بيقول انها غرقت امبارح بالليل. قلت اجيبكم يمكن تتعرفوا عليها وتطلع مراتك. هي سعادتك. لا 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 مش قادر، مش قادر اشوفها كده. لا 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 يا عم سعيد، لا ما سابت لو مشيت يا عم سعيد، لا ما ماتت يا عم سعيد. أنا لما قريت الرسالة سعادتك
ما كنتش عارف انها هتعمل كده بجد، كنت فاكرها بتقول اي كلام. رسالتي دي بعتت رساله يا باشا وقالت انها تنتحر عشان انا اتجوزت عليها. قالت لي والله لانتحر يا صلاح عشان اوجع قلبك طول عمرك. اهي يا باشا ثانيه واحده هيزعل. ببعت رسالة لنفسي من تليفون عشان لما ما يلاقوهاش ابقى انا في الامان. هاتي محفظة. الله يرحمك يا نعم. نعمة مش ممكن تنتحر. لا نعمة الله يرحمها كانت شخصية قوية وبتواجه، مش ضعيفة، مش زي الناس الخايبة اللي ممكن يموتوا نفسهم. عايز مراتك التانية. حاضر يا باشا اكلمها لك حالا. لا 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 تتعبش انت نفسك، هات نمرتها واحنا هنخلي حد يكلمها ويجيبها. سارة؟ لا يا باشا بعته له امبارح. وصل له استلمه من النيابه. حاضر حاضر. طب معلش اديني نمرته يا باشا. في اي وقت يحطونه قدام بعض؟ اتاكدي اني قلت اني ما عملتش حاجه. ها وانت كنت تعرفي نعمه بحكم ان انتوا كنتوا شغالين مع بعض في مكتب واحد، لكن من بعد ما اتجوزتيني ها شفتيهاش ولا مره. انا هقول نفس الكلام. اوعي يا سارة، اوعي يوقعوكي، اوعي لو اتمسكنا وكل واحد كان في اوضه لوحده وجم قالوا لك صلاح اعترف تقومي انت خاره. لا اتاكدي اني هقول اني ما عملتش حاجه وما شفتش حاجه، مستحيل هعترف. سامعاني؟ انا مش هعترف ابدا. فهماني؟ اوعي يوقعوكي يا سارة، اوعي. احنا ممكن نتمسك؟ لا 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 مش هنتمسك ولا هنتحبس. لا لا ماما انا بقول لك كده، انا بقول لك كده عشان تعملي حسابك يا مجنونه انت. اسمعيني انا بقول لك كده عشان تعملي حسابك، اسمعي كلامي بس، واحنا مش هنتحبس ماشي؟ حاضر، اعتبر الموضوع منتهي يا باشا. تحت امرك يا باشا، انت تؤمر. مع الف سلامه. بجد اللي حصل لنعمة ده حاجة فظيعة. أنا حاسة بالذنب إنها انتحرت عشان أنا وصلاح اتجوزنا. مسكينة. الإشاعات كلها كويسة. عايزة تكملي المسكنات اللي كتبتها لك وتتابعي الجرح وتحافظي على نظافته وتحميد ربنا، ربنا هو اللي نجاك. الخبطه دي كان ممكن تودينا في حته تانية خالص. Oh,
كل اللي عدى عليا كأني كنت بحلم. كأني مش صحية بسمع حاجات بس مش عارفة أقوم ولا أرد ولا أتكلم. كأني كنت ميتة. يا نهار أسود، ده إيه الزمن الأخبر اللي إحنا عايشين فيه ده؟ يعني جوزك هو والست دي قتلوكي ودفنوكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش فاكرة حاجة من كلامهم طول الطريق، وأنا في شنطة العربية جوه السكينة غير صوته وهو بيطمنها بيقولها ما تقلقيش هتعدي. بعدها غبت عن الوعي ورحت شفت الموت. بس كنت بقول لنفسي حاجة واحدة بس، يا نعمة هتموتي من غير ما تاخدي حقك. قلت لا مش هموت، هعيش لجل عيون صلاح وسارة. سيبك منهم خالص يا بنتي، المهم انك قمتي بالسلامة، واعتبري جوزك ده كيس زبالة ورميتيه، محدش بيقلب في زبالته يا بنت الأصول بعد ما بيرميها. أنا مش بس هقلب فيها، أنا هحرقها. وكيس الزبالة اللي محتاج يترمي فعلا هو قلبي اللي عمل فيها كده. محدش يطبطب عليا، محبش حد يطبطب عليا. طب هتعملي معاهم ايه دلوقتي؟ هحكيلكوا على حكاية. مرة زمان وانا عيلة صغيرة، ابويا كان عنده مرافعة في المنيا، وانا كنت بقعد لوحدي عشان امي ميتة. وانا نازلة رايحة المدرسة عديت على عربية الفول اجيب سندوتشي، استعجلت الواد بتاع العربية عشان كنت متأخرة عن المدرسة، شتمني. استحملتش على نفسي الشتيمة فشتمته أنا كمان، أما أدي إيده عليا لحد ما الناس جم وحشوا عني. يوميها ما رحتش المدرسة، طلعت على البيت وقعدت أفكر أخد حقي منه إزاي. كان عندي حصالة محوشة فيها فلوس، وكان في عيال صيعة بيقفوا على أول الشارع، خدت الحصالة وجريت على العيال قلت لهم ياخدوا كل الفلوس اللي معايا ويروحوا يضربوه. بس قعدوا يضحكوا عليا، بس كان فيهم واحد جدع جه معايا وضرب الواد، مرضيش ياخد مني فلوس. روحت البيت وأنا جوايا إحساس غريب قوي، كنت حاسة إن أنا لسه ما خدتش حقي وإنه مش كفاية إن الواد يتضرب. طلعت جري على المطبخ وخدت الكبشة الألمونيا ورحت رزعت الواد على دماغه، فتحت له قرن. وطلعت جري على عم محمود كراسي استخبيت عنده هو ومراته الله يرحمها، لحد ما أبويا رجع وحل الموضوع مع الواد وأهله. لحد دلوقتي كل ما افتكر الموضوع ده اتضايق. عارفين ليه؟ ليه؟ عشان بحس إني لسه ما خدتش حقي. بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا
كان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. حصل. بص يا محمد، انا هأثر عليك اي طريق عشان انا ما بحبش العيال اللي من دورك، عشان بتبقوا رغايين وانا بصدع. انت يا محمد الوحيد اللي ممكن تعمل لنا مشاكل ودوشة، عشان كده قررت انا وسارة مراتي الجديدة اننا وبعدين قلنا ليه نلبس نفسنا؟ ما انت ممكن تكتب جواب وهتقول فيه كل اللي انا عمله لك، ماشي؟ وبعدين تبلع الشريط ده كله وتموت. يا صلاح. ايوه يا سارة، وصلتي عند بيت ماجدة يا سارة؟ اه وصل. مش ماما اسمها ماجدة برضو صح؟ واقفة قدامي في الشباك بتنشر زي القمر. بص اهي اهي ماما اهي. شايف حلاوتها؟ احب ادخل انفذ اللي انت قلت لي عليه. النبي ما تعملوا لها حاجة، والله يا استاذ صلاح هعمل لك كل اللي انت عايزه، بس امي لا، والنبي ما تعملوا لها حاجة، هعمل لك كل اللي انت عايزه والله. أمي لا. خلاص يا سارة، خمساية وهكلمك. محمد بيحب أمه قوي، هيفديها بروحه ما تقلقيش. هذا المفروض لو العشرة تمرت فيه. سلام. سلام. بقول لك يا أستاذة، مطولين في الوقفه دي ولا ايه؟ التوك توك مش بتاعي، انا شغال عليه. لا ما تقلقش، هما خمس دقايق مش هنطول خالص. براحتك، ساعه ساعه ونص انا معاكي. Mm-hmm.
هسألك سؤال. أنا لو عملت اللي أنت عايزه مش هتأذي أمي صح؟ لا يا محمد مش هنأذيها. وعد. عشان كده انتحرت عشان فاشل وماليش لازمة ولا عارف حقق حاجة في حياتي. صدقيني أنا هكون في مكان أحسن بكتير. ما تزعليش مني وافتكريني دايما بالخير. حد نسحت من الموتى، بس قلت لو صبرت عليك اكتر من كده هتروح مننا. يا بنت الكلب، يا بنت الكلب، يا بنت الكلب. يا بنتي الله يعينك، الله يرحمك يا نعمة، الله يرحمك. وحضرتك كنت عايزنا في ايه يا عم سعيد؟ قلت لنا في حاجه مهمه. كنت عايز افتح لكم وصيه نعمه. وصيه؟ وصيه ايه يا عم سعيد؟ ولا اقول لكم هي نعمه تفتحها بنفسها احسن. Thank you.
قللت الأدب، يا خطفت الرجالة. عارفة أنا هعمل فيك إيه؟ باشا والهنم هينوروا معانا. السجادة الدلع عليها طبيخ وخدناها نروح ننظفها. يعني مراتك جت بعد كتب الكتاب وقفت مع واحد على باب العمارة، خد عربيتها ومشي. قابلت المأذون والشهود وكان شكلها منهار. دخلت بيتك بعد كده، انتوا خرجتوا بالسجادة زي ما وريتكم، ومن ساعتها هي ما خرجتش من البيت. انت طبعا عارفة ان الكاميرا بتاعت العمارة بايظة عشان السكان ما بيدفعوش الصيانة، بس كنت بصي حواليك يا سارة، ده انت داخله خارجه كل يوم، ما خدتيش بالك ولو مره واحده من الكاميرا بتاعت المكتبه. ما تيجوا نقصر على بعض وتقولوا لي دفنتوها فين؟ دفناها ايه بس يا باشا؟ دفناها ايه؟ احنا اصلا ما نعرفش انها جت العماره اساسا. على فكره ساعتك هي ممكن تكون دخلت من باب الجنينه، دخلت بصت علينا جوه ومشيت تاني من غير ما نشوفها. يا باشا واحده جوزها اتجوز عليها ممكن تعمل اي حاجه. وبعدين سعادتك الباب اللي بره ده باب الجنينه، باب البيت من جوه. وبعدين لمؤاخذه الفيديو اللي حضرتك فرجتنا عليه ده يعني بيبين ان احنا شايلين سجاده، وانا قلت لسعادتك ان الدلع عليها طبيخ وخدناها ننظفها. فايه هتطلع انت اللي قتلت مراتك، و90% الجثه اللي شفتها في المشرحه مش جثتها، وانت قلت اهو خلاص. اقعدي. اقعد. امسك سكي. كل واحد دلوقتي هياخد ورقه مكتوب فيها سؤال، عايزكم تجاوبوا على السؤال ده من غير ما تبصوا لبعض ومن غير ما اسمع كلمه واحده. اتفضلوا. يا باشا انا ولا كلمه. اكتب اكتبي. والله العظيم هو اللي قتلها، والله العظيم هو اللي قتلها. مين يا كذابه؟ يا كذابه يا باشا، اقسم بالله ما حصل كده. والله العظيم بيكذب، هو اللي قتلها. قتلتي مين يا بنت الكذابه؟
بس بشويش وبهدوء نحكي الحكاية من الأول بالمظبوط. نعمة أبو علب المحامية حاضرة مع جوزة كناريا دول. تلاقوش يا أولاد، أنا معاكم. عايز اخد رايكم في حاجه، اشاركوا يعني، بالذات انت يا جستار عشان عاشرتني اكتر وحافظني. تفتكر انا لو الفت روايه يطلع مني حاجه حلوه؟ يعني ممكن مثلا ابقى في مستوى يوسف السبيعي او احسان عبد القدوس. يا لهوي نسيت يوسف إدريس. طب ردي عليا انت يا سارة عشان جوزك شكله صوت نحاش. اصل انا بفكر ألف رواية وهنزلها في مكتبة الشروق. ده انا حتى سميتها سكرات الموت. سكرات الموت، واحكي فيها بقى كل حاجة شفتها وعشتها. وهقول سكرات الموت دي كانت بالنسبة لي أنا إيه. هما 10 ثواني بالظبط، 10 ثواني بيعدوا عليك قبل ما تموت، بيعدي عليك شريط أوسخ ناس قابلتهم في حياتك. غريب يا صلاح إنك مليت الشريط كله بصورك. صورة وإنت بتعيط لي، وصورة وإنت بتتمسكن. صورة وانت بتاخد فلوسي، وانت واقف تتفرج عليها وهي بتقتلني، وانت بتلف نفسي الجادة وبترميني في قبر من غير حتى ما تكفني ولا تقرا عليا فاتحة. واللي طلع عليك ساعتها حاجة واحدة بس، ما تقلقيش يا سارة هتعدي. لا يا ابن نوال، يا أمك الغالية مش هتعدي. كان بيكذب عليكي، مش هتعدي. Thank you.
ربنا ما بيحبكش، عشان لو كان بيحبك كان خلى ملك الموت خد روحي ساعتها، بس هو سابها لك ترفرف حواليك في الدنيا، وجودها هيخلي ملك الموت يحضر برضه بس عشان يقبض روحك انت. انا غلطت، انا غلطت غلط كبير قوي، بس اهم حاجه دلوقتي ان انت طلعتي عايشه وبخير هنا، ولا فارق لي بقى دلوقتي ادفع اي ثمن. يا لهوي ادفع، قلت ادفع، ولو بقيت تعرف تدفع يا صلاح، انت لحد وقت قريب ما كنتش تقدر تدفع تمن حتى تلاتة فينو. طلعت عايشة وبخير اه، بس محمد اتقتل. ايوه بصوا المحاضر البصة الحلوة اللي بتأكد لي اني شكي كله في محله. انتوا اللي قتلتوا محمد. طيب لو افترضنا ان انا اتعطلت قررت اسامع في حقي، دي حاجة عمرها ما هتحصل وانت عارف كده كويس. تفتكر هسامح في حق محمد؟ سامح في حق واحد اتقتل بسببي؟ تفتكر يا جسارة؟ تداري ال في مكان محدش يعرفه، تفتحش علينا فتوحه، انت اول واحده تنضر على فكره. شكر قوي يا صاحبي، شكر بجد. تقدري تقري لها الفتحه ولا اقول لك؟ مش مهم.
مين اللي عمل فيك كده؟ مراتك حبيبتك نعمة هي اللي عملت كده. تعرف اني ما استغربتش لما بعتوا يقتلني؟ ولا انا مستغربة بصة القرود اللي على وشوشكوا دلوقتي دي، ولا بقيت استغرب اي حاجة تعملها، ولا مستغربة انك قلت له داريها في اي حتة ما حدش يعرفها. ده انت حتى يا اخي ما قلتلوش الجثة، قلتلو ال... ولا مستغربة انك لتاني مرة رافض ان انا اتكفن. انا مش فاهمة هو كفن هيضايقك في حاجة؟ الحاجة الوحيدة اللي استغربتها انك قلتلو بتأثر قوي كده. متشكر قوي يا صاحبي، متشكر بجد والله. حسيت اني عايزة اغنيلكوا اصحابنا وانت ولا ناسين الماضي ولا فاكرين كل اللي بينا ولا طبع الحياة. تحبي مصطفى قمر يا سوسو؟ أنا بكرهك. كدابة، تقوليها من ورا قلبك. أنت ما تعرفيش تكرهي، ده أنت قمر، ده قلبك ده فل. هو مدحت قمر عرفش يخلص النعمة، بس أنا مش عارف ألومه عشان سارة قدامي مدياكي بالتمثال على دماغك أكلاكي، وأنا اللي دفنك بإيدي وبرضه ما متيش. متبتة وماسكة في الدنيا قوي بإيديكي وسنانك، ليه ما طلعتيش منجزة زي محمد؟ الواد كتبته الجواب واديته الشريط، خد الكام حباية ومات في صمت، ما نطقش بكلمة. بس ملحوقة يا نعمة، أنا اللي هقتلك ودلوقتي وبإيديا دول. وزيادة التأكيد، بعد ما قتلك هحرقك وهاخدك بإيديا وادفنك وابات جنب قبرك أسبوع عشان أتأكد إنك مت. ربنا يجعلنا دايما من أهل اليمين، بس بص شمالك كده. بقى معقولها تقتلني يا جوز سارة قبل ما تضيف الناس؟ حتى يبقى اسمها جليطة. ولع الشمع يا عم كراسي، بس عيد ميلاد أكرم النهاردة، قلت أعمله له هدية. يا لهوي، هو أنا كل ده سايبة شراب صلاح في بقك؟ هو أنت إزاي لسه عايش؟ والله بطل إنك ما فتستش. فك صاحب عمرك يا صلاح، اغسل له وشه عشان يجي يحتفل معانا. ولا اقول لك، خدوا انت وسارة وحموه عشان يحتفل معانا على نظافه. سنه حلوه يا جميل، استنى يا أكرم، هطفي أنا الشمعة. قعدت أفكر في السؤال اللي سألتهولي، إحنا إيه اللي وصلنا لكده؟ إيه اللي وصلني لبعد ما كنت بحبك أكتر واحد في الدنيا أبقى عايزة أقتلك، وبفكر إزاي أعملها من غير ما تحبس؟ أنت ظلمتني أوي يا صلاح، دوست علي وأنا عمري ما عملت لك حاجة. كل ده ليه؟ عشان سارة؟
طب كنت تعالى قولي انا بطلت احبك هنا، انا بحب حد تاني. كنت تعالى قولي خلاص ما بقاش لك لازمه في حياتي، كنت همشي. اكتب الله كنت همشي، كنت احترم نفسي وكرامتي وهمشي. انما تعمل فيا انا كل ده. والله ما حبيت حد غيرك، تصدقيني الثانية دي كانت غلطة نزوة. أيوة سميها نزوة، بس أنا والله ما حبيت حد غيرك يا نعمة. أنا جيت عشان أجاوبك على السؤال يا صلاح، اللي وصلنا لكده غبائك، غبائك وتفاستك. أنا عمري ما فتحت قلبي لحد غيرك. أنا أخي حتى ما عدتش على الحب اللي بيعدي على البنات في سن المراهقة. أنت كنت أول واحد أحبه، كنت تحت رجلك بحايلك زي العيال الصغيرة، وعمري ما حسستك إن أنت مقصر في حاجة. ده أنا يا صلاح كنت بحط لك الفلوس تحت المخدة، وتصحى من النوم تلاقي هدومك مكوية وجاهزة، وبالليل تيجي تلاقيني ست متزوقة ومستنياك. عمري في حياتي ما قلت لك كلمة جرحتك، ولا كان يستجري حد يقول كلمة عليك قدامي. دي المرة الوحيدة اللي وقفت فيها قدام أبويا كان بسببك، عشان يوافق عليك. وانتي لسه بتحبيني يا نعم؟ أنا ما اتضايقتش لما لقيتك بتحب الفلوس أكتر مني، قلت عادي بشر والحرمان وحش. لما تتجوز عليا وتدفني عشان تداري عليها بعد ما هي قتلتني، لا يا صلاح. نعم ردي عليا، انت لسه بتحبيني؟ ايوه ايوه يا صلاح لسه بحبك، لسه بحب كرامتي اكتر منك. طب نفتح صفحة جديدة يا نعمة، نفتح صفحة جديدة، نفتح صفحة جديدة ازاي يا صلاح وكراستك كلها سودة؟ عارف ايه اللي لازم يحصل عشان نفتح صفحة جديدة؟ لازم ترجع صلاح بتاع زمان، صلاح الطيب. الطيب ده كان فاشل ونطع ومفلس، بس كنت مستحملاه، كنت بحبه. لما صلاح اللي معاه فلوس مش طيب للأسف يا صلاح. اللي ينفع افتح معاه صفحة جديدة هو الفاشل النطع المفلس. ارجع صلاح بتاع زمان، وساعتها يمكن اقدر اصبحك. ارجع يا نعمة، حتى لو رجعت فاشل النطع المفلس، بس اهم حاجه ان احنا نفتح صفحه جديده. والنبي نعم.
صوتي ليه يا حب؟ ده حتى صويت فالوحش. ربنا ما يجعلك صوتي ابدا ويرزقك باللي يصوت عليكي. وبعدين انا ما بحبش الصوت العالي. انا اسفه، انا اسفه، مش هصوت تاني، ابقى بنت 60 لو صوتت. كنت قاعده زهقانه قلت طب ما تروحي تتسلي كده مع ضرتك صارت الصون والعفاف. زي انا عايزه لت. قلت طب لت ليه مع الغريب لما القريب موجود؟ ضرتي حبيبتي اللي اتجوزت جوزي عشان فلوسه. غلطه غلطه، واي غلطه ممكن تتصلح. لا يبقى تعترفي، تقولي انا اتجوزته عشان فلوسه. انا اتجوزته عشان فلوس. انا اتجوزت صلاح عشان فلوسه. انا اتجوزت صلاح عشان فلوسه. طب كنت استنضفي، انما ذوقك طلع نتن زيي بقى يا ساره. بعد كل الرجاله اللي عرفتيهم واللي اتجوزتيهم واللي ما اتجوزتهمش تختمي بصلاح؟ يبقى مسك ختمك صلاح؟ ده نطع. صلاح ده راجل نطع. اللي تشوفيه. صلاح ده راجل نطع. اللي تشوفيه. لا طالما اللي اشوفه بقى يبقى ايدينا في ايدين بعض. ايدينا في ايدين بعض. نرفع ايدينا لفوق. نغمض عينينا. ناخد نفس عميق. ونقول مع بعض صلاح ده راجل نطع. 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 اورفوار صلاح. اورفوار صلاح. اورفوار صلاح. اورفوار صلاح. اورفوار صلاح. طب صلاح ده راجل نطع. صلاح ده راجل نطع. صلاح ده راجل نطع. صلاح ده راجل نطع. طب اورفوار صلاح. اورفوار صلاح. صلاح ده راجل نطع. صلاح ده راجل نطع. اورفوار صلاح. اورفوار صلاح. صلاح ده راجل نطع. صلاح ده راجل نطع. اورفوار صلاح. اورفوار صلاح. صلاح ده راجل نطع. اورفوار صلاح. صلاح ده راجل نطع. اورفوار صلاح. اكيد انا مش هبص له. اصل يا سبعين انت منق. صلاح ده راجل نطق. انا اتجوزته انا مستنيه بس يكسب القضيه واخد منه. ما تنجز يا هندسه، ده انت لو بتبني كوبري ستانلي كان زمانك خلصت. كوبري ستانلي؟ طب اسمعي، صلاح ده راجل نطق. انا اتجوزته عشان فلوسه. اكيد انا مش هبص لبتاع المنبهات ده. انا مستنيه بس يكسب القضيه واخد منه الفلوس وبعد كده مع السلامه. اوروفوار صلاح. عشان فلوسه. اكيد انا مش هبص لبتاع المنبهات ده. انا مستنيه بس يكسب القضيه واخد منه الفلوس وبعد كده مع السلامه. اوروفوار صلاح. عيوني يا باشا. تشكر يا باشا. هكون مين يا جسارة؟ ايه ده ساره؟ يا ساره
كده بقى ان شاء الله. بقول ايه ده؟ ازيك يا ياسين بيه؟ ازيك يا نعمة؟ هو انت تعرف ساره منين؟ وبتسالي هو ليه؟ ما العالم موجوده ترد هي. ما تهدى شويه ولما نمشي من هنا اشرح لك كل حاجه. لا هنا تشرحيلي هنا. هتشرح لك ايه بقى يا صلاح؟ ما هي باينه اهي، واضح ان هما كانوا بيتفسحوا في الفلوكه، وياسين بيه من الناس الجميله اللي بتحب الستات، وساره بتموت في الرجاله بالذات المقتدرين منهم. ما تلمي نفسك يا بنت انت، بس يا بتاعت الفلوك. استني انت لما تتكلمي مع ياسين الالفي تعرفي حجمك كويس. انت اخرك كنت شغاله عندي، لما هتتجاوزي حدودك هسمعك كلام مش هيرضيك. في يا عم ملك اتنفخت عليا كده ليه؟ ما حسسني ان انا بتكلم عن عمر المختار، وبعدين كنت بشتغل عندك ايه وهباب ايه؟ ما سبتلكوا الشغل ومشيت. خفت يا اخويا على نفسي من سمعتك انت وابوك، وفضلتوا تتحايلوا عليا عشان ارجع، واخرتها كان تحت بيتي ومشكوا قفاكوا يا ام رعيش. انت ست مش محترم. طب تعالى بقى انت فخ نفسك. يا جدعان حيرك يا جدعان اقسم بالله، اقسم بالله اصنع لك دماغك دي نصين. انت ما تعرفش انا مين يالا وممكن اعمل فيك ايه؟ هتعمل فيه ايه يا بابا؟ ده نخرجك من السجن. طب اقسم بالله لاخدك دلوقتي حالا على اسمه ومش هتخرج منه. انت بتكلمين على كده يا نعمه؟ ما تحترموا نفسيكوا بقى، انتوا جايين تتخانقوا هنا ولا ايه؟ بقول لك ايه، روح اتخانقوا بعيد. طب اكلك العيش. يلا يا عم، يلا يا عم، شوف انت رايح فين. بصراحة قوي، عشان أنا كمان عندي شوية كلام كده عاوز أقوله، وبصراحة برضه. قول يا صلاح. الجني الفضة إيه موقعه من الإعراب؟ أصل أنا شفتك وأنتي بتخربشي جسمك بالجني الفضة. كنت هعمل لك محضر وأرمي عليك بلاية، بس ما رضيتش بعد ما أنت اتهمتني زور في موضوع اللي اسمه ياسين ده. دورك اتفضلي. بصراحة يا صلاح أنا ما ينفعش أكمل معاك ولا يوم بعد ما اتهمتني في شرفي مع ياسين الألفي اللي أنا كنت رايحة أقابله علشانك. أنا عايزة أتطلق. وده ليه بقى إن شاء الله؟ عشان لقيتي البديل؟ أنت فاكراني أهبل يا أمك؟ فاكراني مش عارف إن كل الليلة دي عشان الفلوس؟ أنت كلبة فلوس. فلوس إيه يا أبو فلوس؟ أنا اللي مسلفاك. افتح يا سارة، افتح يا سارة بدل ما داخلك الباب على دماغك. افتح يا سارة بدل ما أفرج عليك العمارة كلها. افتح يا سارة، افتح يا اللي مسلفاني. بكلم صلاح تليفونه مقفول، خليه يكلمني علشان فلوسه جاهزة عندي وعايزه يجي ياخدها. افتحي يا سارة، افتحي يا بنت. ايه ده؟ عارف أنا مشكلتي إيه معاك يا صلاح؟ مشكلتي إن أنا بحبك وما أقدرش أتطلق منك ولا نينا، بس أنا بجد متضايقة منك قوي. بقى أنا تشك فيا بعد كل اللي عدينا بيه مع بعض يا صلوحي روحي. صلوحي روحي؟ طب اهدي اهدي يا حبيبتي. أنا صلوحي روحي يا خالد الأشقر، يا ترى عايز مني ايه؟ هاتي. ايه يا سارة، شفتي الرسالة اللي بعتها لك دلوقتي حالا على التليفون وما ردتيش؟ ايه؟ الصدمة خلتك ما تعرفيش تردي ولا ايه؟ يا متر أنا صلاح. يا صلاح، بحاول أكلمك على تليفونك مقفول. أنا بعت رسالة لسارة حالاً بقولها إن فلوسك موجودة وتقدر تيجي تستلمها. بجد؟ طب أنا جاي، أنا جاي يا متر، جاي. يا حبيبتي أنا كمان بحبك. بحبك أوي. يا عم
تعرف يا صلاح ليه بيقولوا على الزوج بعل؟ بيقولوا ان الارض اللي اعلى من غيرها بتسمى بعلا، عشان يعني الراجل بينفق على الست وبيقوم على شؤونها واللازي منه. على كده انت عمرك ما كنت بعل يا جسارة. خدت المية ألف بتوعك انت والرجالة يا زلابية؟ حصل يا أستاذة. زمان وانا صغيرة كنت بشوف ان سعيد ابو علا براجل دموي، عشان لما كان بيشوف برص كان بيديله بالشبشب ويموته. كنت ساعتها بزعل قوي، كان بيصعب عليا البرص، وبقيت احب الابراص مش عشان هم عماميره يتحبوا، لا، عشان كانوا بيصعبوا عليا. ما هو ساعات الصعبانيه بتتحول حب، وكما قال الكاتب ان القلب النبيل قد يحب من قبيل الشفقه. ومن كام يوم كده وقفت واقفه مع الذات، لقيت ان سعيد ابو علب كان عنده حق، وقررت اعمل زيه واضرب الابراس بالشبشب وبطل احبه. صور اللي هيحصل يا زلابية، عشان في لقطات ما بتتكررش كتير فلازم تتوثق. انت بتعمل ايه؟ سمير تتقل خمسايه على الباشا يكون هادي وتفك كل القماشه من على بقه. هيفضل يزعق ويشتم شويه، فتتقل عليه عشرايه كمان هيهدى تاني، تفكه وتسيبه يتوكل على الله. ولو في حد من الرجاله عايز يمد ايده عليه يمد عادي. يا لهوي كنت هنسى. سلام يا صلاح يا بتاع المنبهات يا عسل. لسه عايزه تطلعي؟
يصلحي، ما انت اللي بتقول لي كلام مش حلو بيزعلني منك قوي. عارف يعني ايه راجل يشك في مراته؟ عارف يعني هو بيقول لها انت ايه؟ ما بتردش لي صلوحي. انت عارفه يا ساره ان الفلوس اتحرقت ورجعت تاني؟ هو الفيديو ده حقيقي؟ امال اي اي ذكاء اصطناعي؟ حقيقي يا سيدة القصر. الفلوس اللي صلاح خدهم من خالد الأشقر حرقتهم له. اللي انت بتقوله ده يعني ايه فلوس تتحرق وترجع تاني؟ اه والله زي ما بقول لك كده، اللي سطرها معايا شك اللي مضايقك مني قوي، وانا رايح استلم الفلوس من خالد الأشقر كنت خايف قوي لنعمة تكون عاملة لي مخرص، ونعمة دي ما تتضمنش. انا عارفها. عشان كده كنت رايح وانا مأمن نفسي 100%. قبل ما اعدي على خالد عديت على واحد صاحب مطبعة منتن، كان معرفني عليه الواد مدحت، بيزور الفلوس يعني. كان مدحت بياخد منه شوية كده بالقليل عشان ما نتهرش، وكان بيقسمهم بقى شي 10 على 20 على 50 وسط البواقي اللي بنديهم للزباين، لحد ما انا قفشت وقلت له انا مش عايز الموضوع ده يا مدحت، انا خايف. بس الواد اللي بيزور الفلوس نفع في الاخر، رحت له وخليته طبع لي فلوس قد اللي انا رايح استلمها بالظبط، واتفقت معاه على تمنهم 100,000 جنيه. الصراحه انا كنت مستخسرهم في امه، بس لما شك طلع في محله صفيت النيه. والعيال الكلاب بتوعها مشوني، رحت راجع على عربيتك زي الباشا، فاتح شنطة العربية واخد الفلوس بتاعتي رصصها في الدولاب. شفتي بقى يا سارة إن شكي دايما بيطلع في محله؟ لا مش دايما بيطلع في محله، ساعات شكك ده بيزعل منك الناس اللي بيحبوك وبتحبهم، مش عايزين منك حاجة. طبعا انت اكيد بتتكلمي على ناس تانية غيرك يا سارة صح؟ طلاق مش هطلق، ما بقاش عشت معاك الشقة، واحنا داخلين على الفرح عايزة تسيبيني وتجري. خلينا ننبسط شوية، بلاش تنطي من المركب، عشان اللي بينط من مركب صلاح بيغرق. يا سمير انجز عشان عندي جلسه. استاذه الفلوس اللي انت حرقتيها طلعت مزوره، الواد جوزك اشتغلنا. مزوره؟
يعني ايه مزوره؟ يعني ايه في ايه؟ بقول لك مزوره. جيت اصرف من 100,000 اللي انت اديتهم لي طالعه مزورين، هي كيمياء؟ لا ومش مزوره، هم تزوير عليه القيمه. لا تزوير ارخص من الرخيص، معفن يعني. طب اقفل يا سمير اقفل. انت مش واثقه فيا يا استاذه؟ يعني انا هشغلك يعني؟ رجالتك ما نفذتش ليه قدام مكتب خالد الاشقر زي ما انا قايله لك؟ يا استاذه المنطقه هناك كلها لبش، والرجاله قطروه بالميكروباص من اول ما خرج بالعربيه من جوه سور مكتب خالد الاشقر لحد ما وصل تحت بيت المدعوقه اللي اتجوزها عليكي، وهناك نفذوا. هيكون غيرهم فين يعني؟ معقول يكون غيرهم قبل ما يخرج من مكتب خالد الاشقر؟ بس صلاح اغبى من كده بكتير. يا استاذه حتى لو غبي، بس اللهم صل على النبي، قعد مع 10 سنين. مزورة طبعا. عميل رقم 23، شباك رقم 4. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مع حضرتك عصام التهامي نائب مدير الفرع. يا اهلا وسهلا. رقم حضرتك كام يا فندم؟ اتفضل. سحب ولا ايداع؟ سحب. بقالي كتير هنا يا فندم؟ تقريبا ربع ساعة. لا كتير جدا. في حاجات كتير في البنك ده لازم تتغير. عن اذنك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. رقم حضرتك؟ سحب ولا ايداع؟ لا إيداع. 13,600,000 ومعايا إثبات مصدر على فكرة. قضية وقف وعندي حساب. وبقالك قد إيه هنا يا فندم؟ بقالي ساعة. ساعة كاملة؟ آه. بنك ده فيه حاجات كتير لازم تتغير. يا فندم أنت مكانك مش هنا، مكانك عندي في المكتب عشان أخلص لك كل الإجراءات. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. عم جلال خلي دول هنا لحد ما اجيلك. اتفضل يا فندم. الصوت تحت امرك. بالك منهم عم جلال. اه تحت امرك. لا يا فندم اتفضل يا فندم في الحفظ والصوت. اتفضل. شكرا شكرا. ممكن رقم حسابك يا فندم؟ اه قلت لك عندي حساب. تمام يا فندم، 10 دقايق وهخلص لحضرتك كل حاجه، وهبعت لحضرتك حد يشوفك بتشرب ايه. يا ريت. نورت البنك يا فندم، بعد اذنك. شكرا. البرد وسنين. البرد وسنينه. شكرا يا عم جلال. لا عفوا بيه، بس انا ما اسميش جلال، انا اسمي مطاوع. تصدق فعلا شكلك مطاوع مش جلال. خد دول بقى يا عم مطاوع ليك. ايه دول يا والله ما هم راجعين بقى، خليهم ببركتهم كده يمكن تقص تنف ولا حاجة. سلام عليكم. أنا آسف جدا يا أسراج بيه، اتأخرت عليك. ولا يهمك. أمر يا فندم. لا ما يأمرش عليك ظالم، الأستاذ عصام نائب المدير بيظبط الدنيا ما تقلقش. أنا يا فندم عصام نائب مدير فرع. أمرني. نعم؟ أنا عصام نائب مدير فرع. أمال مين اللي خد مني 13,600,000؟ ده أنا أخرب بيت أبوك. بسم الله ما شاء الله عليك. الله أكبر، ده أنت مش بس محامية، ده أنت كمان مجرمة. إيه الأشكال اللي دخلتها البيت دي؟ إيه ده؟ إيه ده؟
اهم حاجه يا زلابيا، الراجل بتاعك خد باله من الكاميرات اللي في البنك ولا ايه؟ ولا كون الكاميرات لقطته ويتقفش ونروح في 60 داهيه ولا ايه؟ خدامك يا ست الكل، بركات البرقة، تخصص سرقة محلات ومولات، نضيف فلة 13 براءة، مفيش كاميرا مراقبة خلقها ربنا قدرت تنتصر عليا. أنا خنيس. خنيس؟ إن شاء الله إن شاء الله. تسلم يا زلبيا، دول 100,000، 50 ليك و50 للبرقة الخنيس. أيوة بقى، أيوة بقى، هي دي الفلوس يا أستاذة، مش زي التانية. بينا برقة. لو عندك كاميرات مراقبة في البيت بعد ما امشي راجعيها، لو لقيتيني فيها يبقى أنا أي كلام. يلا يا زلبيا. طيب بعد إذنك يا ياسين يا ابني، ما تاخذنيش على الأشكال اللي أنت شفتها دي. يا أبو حلب. أنا أستكو. يا حق بصراحة. بص بقى، دول 13,600,000. ناقصين 400,000، معرفش الله ضيعهم في إيه. وال 100,000 اللي أنا اديتهم قدامك دلوقتي لزلابيا والبرقة، الخنيس. هتزود عليهم 100,000 وترجعهم تاني 13,600 وتديهم لسارة. اوعى تديها 14 يا ياسين، هتديها 13,600 وبكده يبقى انت ليك عندي ال 100,000 اللي انت هتزودهم على الفلوس. اتهرجي ولا ايه؟ انا لا اخد منك 100,000 ولا الفلوس دي، واعتبر الفلوس وصلت سارة خلاص. عيب. مستورة الحمد لله. سايق عليك النبي ما تطمعني فيك يا ياسين، احسن اختك خارجة من تجربة عرة. الصياح الواد ده محترف يا باشا، مفيش ولا كاميرا لقطاه. بصوا دايما موطي راسه ازاي، واخد باله من الكاميرات. طب وبعدين يا باشا هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش، احنا هنعمل لحضرتك محضر وربنا يسهل ونعرف نجيبه. سرقت فلوس يا نعمة؟ ها؟ أخدتيهم يا نعمة؟ أقسم بالله ما أحلك، تسجنيني بقى، تقتليني، تعدميني، محمد أم محمد، خالة محمد، أنا ولا فارق لي، أنا عايز فلوس. فلوس إيه يا أبو؟ فلوس اللي أنا سرقتها. وحياة أمك أنا مش عايز الصباط. وحياة أمك أنت نوال، تهدى لنا شوية، ولقطة المجنون دي تروح تعملها على حد تاني، ولو كان على الاستعباط فأنت اللي ليك فيه مش أنا. فين فلوس يا نعمة؟ وديتيهم فين؟ فلوسك ما انا حرقتهم قدامك. ولا انت صدمة لستك يا جسارة؟ ولا انت لسه فايق دلوقتي ان انا حرقت فلوسك؟
يا نعم يا نعم انا فاهم وانت فاهمه واحنا الاثنين فاهمين. يا طب اقول لك على حاجه، انا هعمل لك في الصاله اللي انت عايزاه ماشي، انا هعمل اي حاجه تطلبيها مني بس عشان خاطري رجعي لي فلوسي والنبي. طب نقسم. انا مش فاهمه انت جاي عايز ايه ولا بتحور في ايه. جاي عايز ايه يا صلاح؟ بتلف وتدور على ايه؟ طب قولي ايه الهي تعدمي سعيد ابو علب؟ ما انت اللي واخده فلوسك. ايه الهي تعدمي سعيد ابو علب؟ ما انا اللي واخده فلوسك. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا نعمة يا نهار اسود. ها؟ لسه عايزة تطلعي؟ اتبسطت شوية، هزقته وارتضيت، خدت فلوسه وقهرته. خلاص بقى يا نعمة كده حلو قوي، كفاية بقى. هو ايه اللي كفاية يا عم كراسي؟ ده انا كده ابقى عاملة زي اللعيب اللي نزل رقص الملعب كله لحد ما بقى هو والشبكة، وبعدين ساب الكورة والماتش ومشي. عم كراسي بيتكلم صح يا نعمة، انت اللي لعيب الكوره ولا احنا في ماتش وكلنا خايفين عليكي. خلاص خدتي حقك وزياده. طب وحق محمد؟ حق اللي مات يا مريم. وانت ايه رايك يا استاذ سعيد؟ لو ما خدتش حقها وحق الواد اللي في رقبتها بتبقى بنتي ولا اعرفها. طمنه اللي فاضل مش كتير وكله هيبقى بحق الله وبالقانون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. ووفقا لقانون العقوبات تنص الماده 230 على انه كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالإعدام. كان لازم تنفعلي قوي كده يعني يا نعمه. فاكره نفسك ايه واقفه في محكمه؟ اديك وقعتي من طولك، وقعت قلبي معاكي. متقلقش يا بابا انا بخير اهو. ها ايه الاخبار؟ عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا دكتور، احسن بكتير. الحمد لله. لا ممكن بس حد يشيل لي المحاليل دي عشان عايز اروح. ان شاء الله اول ما تخلص هتمشي على طول، وتطمني تحليلك كلها كويسه، بس محتاجه اروح عشان خاطر الحمل. حمل
يا عم سعيد انا ما بقولش تروح ترمي نفسها في حضنه، بس ما تعديهوش ولا تسجنه، لان اللي هيشيل بلا سجنه في الاخر هو ابنها اللي بطنها، ولو كان على محمد الله يرحمه فربنا موجود يجيب له حقه. حتى لو ما كانتش حملت منه، الصح انها لا تحبسه ولا تعمل معاه اي حاجه. احنا مش ناقصين بلاوي ولا عايزين حد ينتقم منها. انا شايفه انك تنزلي الواد اللي في بطنك ده يا نعم عشان صلاحها يعملوا حجه ويقرفك اكتر. انت ساكته ليه يا بنتي؟ بتفكري في ايه؟ عاوزه ايه؟ ما تسيبهاش تمشي غير لما اقول لك. ماشي. اوعى يا ياسين تسيبها تمشي غير لما انا اقول لك. تمام. سلام. سلام. ايوه. بص يا صلاح، انا ما اعرفش ايه الحوار اللي انت جيت عملته عند ابويا امبارح ده. ولا بتخطط وبتلف وتدور على ايه؟ انا لا بخطط ولا بلف وادور ولا كنت جاي اعمل حوار. امال ايه الفلوس اللي جيت تسال عليها امبارح دي؟ ولا انت كسبت قضية وقفة تانية وانا معرفش؟ عايزة ايه مني يا نعمة على الصبح؟ يا لهوي، انت محموق من دلوقتي؟ امال لما اديك التقيلة في وشك هتعمل ايه؟ سارة بايتة عند ياسين الألفي من امبارح في سريره يا ذكر. وانت عرفتي منين؟ قضية جديدة ماسكاها له. بعت له مريم عشان تمضيه على أوراق مهمة بالليل عشان في جلسة النهاردة الصبح. لقت سارة عنده في البيت، بس نسيت تمضيه على ورقه منهم فعدت عليه الصبح. لقيت ساره برضه عنده في البيت. قالت لي، فقلت لها طب ليه سوء الظن بالناس يا مريم؟ ما يمكن كانت عنده امبارح بالليل ورجعت عدت عليه تاني الصبح. بس ردت عليا رد مقنع قوي. قالت لي طب ايه اللي ملبسها نفس البيجامه؟ مش سهله مريم برضه دي. بيته فين؟ بيته فين؟ هقول لك. اسكت. ده أنا فتحت التليفون لقيته مكلمني فوق الميتين ألف مرة. بس الغريبة بقى إن أنا من ساعة ما فتحت التليفون ما كلمنيش ولا مرة. يلا معلش إن شاء الله يا رب يكون مات. طب وما اتصلتيش أنت بيه ليه؟ هكون عبيطة لو اتصلت بيه. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ مش أنا المفروض مقموصة وسايبة له البيت؟ طبعًا مش هكلمه. مش سهلة أنت برضه يا سارة. طبعًا مش سهلة. مش سهلة خالص. أنا كنت بايتة إمبارح في سريرك. شفتني سهلة؟ الصراحة ما حصلش منك حاجة تقول انك سهلة. طب وحشتني. وانا كمان وحشتك ولا هو بس؟ انت بتتجسس عليا يا صلاح؟ اه تخيلي. فاكرة اللي اتكتب كتابنا يا سارة؟ اكيد ما لحقتيش تنسي. ده لسه من ثلاث اسابيع يا عروسه. فاكره انت ضربتي نعمه على دماغها ليه؟ عايزه اتطلق يا صلاح. ضربتيها على دماغها عشان عريتك قدامي. وقفتك مرض. فكرتك بتاريخك المعفن المنتن اللي بادئ من ايام ماما وبابا. وحصل اللي حصل وكملنا. وحتى لو ما كانش حصل اللي حصل ونعمه نزلت ومشيت على رجليها مش في سكانه، برضه ما كانش هيفرق لي الكلام اللي قالته عنك نعمة وعن الأسرة الواطية. حتى طمعك فيا اللي كان باين في عينيكي من أول بصة ولا كان شاغلني؟ عارفة ليه يا سارة؟ عشان أنا ما اتجوزتكيش عشان لا مؤاخذة أكون أسرة، ولا عشان أخلاقك، ولا كنت مزنوق في حبة مودة ورحمة. أنا اتجوزتك عشان ده. ده بس. راجل مش لاقي اكل، جالي ملايين، لقيت سعادتك بتهق عليا فقلت اما ادلعك.
وكنت ناوي انبسط شويه واخلع على فكره، وكنت نادر ما تطولي مني قرش حمر. ده انا حتى كنت نادر ان السلسله اللي جبتها لك اخدها معايا وانا ماشي. او ربنا اخس. طب بص يا صلاح، انا وانت ولاد 60 كلب وحلال في بعض، وقضينا مع بعض اعفن 3 اسابيع، خلصنا كل واحد فينا يروح لحاله، وان كان على السلسله بتاعتك ادخل جوه دلوقتي اجيبها لك، ورحمه امي وابويا ما هجيب سيره موضوع محمد، بس طلقني وغور. موافق. بس وانت داخله تجيبي السلسله يا حلوه، يا ريت تبقي تجيبي معاكي دفتر الشيكات وتكتبي لي شيك بكل الفلوس اللي حطيتيها في البنك النهارده، وهفضل قاعد معاكي لحد ما الصبح يطلع، ونروح البنك ونحط الشيك في حسابي، وهرجع افضل قاعد معاكي هنا لحد ما الفلوس تخش الحساب، وساعتها بس هقول لك روحي وانت طالق، وتقدري بقى تبقي تكملي نومتك في سرير ياسين الالفي. فلوس مين يا ابو فلوس؟ ده لما تشوف حلمة ودنا. دي فلوس انا ومش هطول منها ولا ايش. فلوسك مين يا حراميه يا شحاته؟ دي فلوس انا اللي سرقتيها يا بنت. وحياة امك بس على مين يالا؟ ده انا كنت بصيع على الدنيا كلها وانت لسه واقف في محل المنبهات. ساعة ما انت كنت كبيرك تعمل 50 جنيه في اليوم، كنت انا ساعتها بقلب بشوات بمليون واتنين وعشرة. فخورة الرمة. أقول لك يا صلاح، بلاش أنا عشان أنا وحش. وكانوا قالوا لك إن أنا اللي حلو ومسكر، ده أنا أوحش منك بكتير. أنا عايز فلوس يا سارة اللي سرقتيهم مني. لسه ما اتخلقش اللي يقلبني يا صلاح، وإن كان على الطلاق عنك ما طلقت، نتقابل وأنا بخلعك في محكمة الأسرة. أنا عايز فلوسي. لو قلت عليهم فلوسك مرة تانية هزعل. عايز فلوسي يا سارة، عايز فلوسي. انت فاكراني هسيبهم؟ عايز فلوسي يا جزمة، عايز فلوسي. فاهمة؟ أنا عايز فلوسي يا سارة، فلوسي يا سارة. هاخدهم منك يا سارة، هاخدهم منك يا سارة. فلوسي يا سارة، فلوسي، فلوسي يا سارة، فلوسي، 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 فلوسي. موتي موتي عشان ما تدينيش فلوسي. طب هاخدهم منك يا صاحبي. حتى لو موتي هاخدهم منك برضو، هاخد فلوس. سارة، سارة اديني فلوسي وبعدين غوري في داهية. سارة، 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 هاتي فلوسي بقولك. سارة هاخد فلوسي، انا هاخد فلوسي يا سارة. فاهمة؟ انا هاخد فلوسي منك حتى لو موتي. هاتي فلوسي، هاتي فلوسي، هاتي فلوسي. بوليس النجدة.
جابتك. الكاميرا بتاعت العمارة بايظة عشان السكان ما بيدفعوش الصيانة، بس كنت بصي حواليك يا سارة، ما خدتيش بالك ولو مرة واحدة من الكاميرا بتاعت المكتبة؟ والله العظيم سعادتك، انا ماليش دعوه والله انا اصلا كنت يا باشا. والله اسمعني بس حضرتك، انا ماليش دعوه والله صدقوني انا ماليش دعوه يا باشا. طب اسمعني، طب قول له هو يسمعك، قول له يا باشا لا 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 يا باشا، والله العظيم انا جيت لقيتها مقتوله، والله دي اصلا مش عربيتي صدقني يا باشا مش انا والله. طلعوا الميكروباص. لا لا يا باشا مش انا، والله العظيم انا يا باشا. لا يا باشا مش انا والله، ما انا اللي قتلتها والله يا باشا، مش انا والله يا باشا. احكي لي بقى، قتلت مراتك ليه يا صلاح؟ يا باشا انا ما قتلتش حد، انا سعادتك بفتح باب البيت لقيتها مرميه على الارض ومقتوله، انا ما قتلتش حد. لقيتها مقتولة فلفتها في السجادة وحطتها في العربية. أنت مصدق نفسك؟ بلاش، عديت الشارع وكسرت باب المكتبة وسرقت جهاز الدي في آر. ليه؟ قتلت مراتك ليه يا صلاح؟ سرقتني يا باشا، سرقت كل فلوسي 13 مليون و600 يا باشا. منك لله يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ربنا ينتقم منك كل اللي احنا فيه ده من تحت راسك. والنبي يا ماما نقطينا بسكتك بدل ما نديكي باللي في رجلي. اطمن يا ضنايا، اطمن يا حبيبي، خير. ايه الاخبار يا بنت؟ تعالي شوي الناس حضرتك.
جايه ليه؟ جايه عشان تشمتي فيا؟ ولا جايه تطمني اني خدت 4 ايام؟ اسمعي اما اقول لك، اوعي تفتكري اني ممكن اتعدم. مش هيحصل. انا هخرج يا نعمه، هخرج منها وهعيش وهد الدنيا فوق راسك. مش هيبقى ورايا خيرك. اوعي تفتكر ان المحامي اللي معايا ده انا مكمل بيه، لا، انا هجيب اجمد محامي في البلد، انا هجيب محامي اشطر منك 1,000,000 مرة، هجيب اللي هيعلم عليك يا نعمة. ما تتعبش نفسك في تنقية المحامي يا صلاح، عشان ايا كان اللي هتجيبه يترافع، سواء كان شاطر او بليد، مشهور ولا مغمور، مذاكر القضية ولا داخلها على باب الله، مش فارقة. مد ايدك ونقي اي محامي تعوزه، عشان ايا كان مكان، قسما بالله لا رزعلك بيه حيطان المحكمة، وخليه يبص لك اخر الجلسة بصة احباط، عينك وعينه ما شافتش زيها في حياتك. روح محمد، بحق ال4 سنين اللي طلعتهم من الأولى على كلية حقوق، بحق مرمطة السنين اللي فاتت دي كلها في الأقسام والنيابات والمحاكم بتعلم، بحق كل كلمة اتعلمتها من سعيد أبو علب، بحق الغدر والخسة اللي شفتهم منك. لكون جايبة لك إعدام يا ابن نوال، وخلي اخر حاجه تشوفها في الدنيا قبل وش عشماوي ووش نعمه سعيد ابو علب وهي بتترفع قصادك في المحكمه. مش كنت دايما بتقولي نفسي اشوفك وانت بتترفع يا نعمه؟ هنولها لك يا جساره، قصدي يا ارملها. يا لا كنت هنسى. نسيت اقول لك، رفعت عليك واحده خلع قبل نادي. عايزاكي تقلبي لي الدنيا على اي قريب للبيت ساره، خليه يعملي توكيل عشان اعرف ادعي بالحق الندى. حاضر يا نعم، انا هتصرف. سلام. حضرة عن المدعين بالحقوق المدنيه ورثه المجني عليهما. اتفضلي يا استاذه. قبل ان ابدا مرافعتي يا ست القاضي، لا يتردد في أذني سوى كلمات بسيطة عن الحق، وهي: قل الحق ولو كان سرا، وانطق بالحق ولو كان مرا، وانصر ذرة من حق على جبل من باطل ولو كانت هي قلة. خلقت المرأة من ضلع الرجل ليكون هو سندها وحمايتها، ويكون هو من يجار به في أزماتها، ويكون هو الحامي لها من مخاوفها. فسلام على الدنيا حين يقوى على من كانت تجار به، سلام على الدنيا حين يقتل الرجل زوجته عمدا. ومش بس قتلها عمد يا سيادة القاضي، ده لفها في سجادة
وحطها في شنطة العربية. إن المتهم الماثل أمامكم زهق روحين. محمد وسارة. قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإرسال القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيها، وحددت جلسة 24 مايو للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة. دلوقتي بس بعد ما جبت حق محمد أعرف أخد نفس اللي كان متحاش، مع إني عارفة إن اللي في بطني هيطلع للدنيا من غير أب، بس قسما بالله تخليه أجدع واحد في مصر. أعلمه يعني إيه يبقى راجل، أعلمه يبقى محترم، هعرفه إزاي ينجح ويكسب قرش بشقة وتعب. هخليه يوم ما ياخد بنت ناس تدعي للست اللي ربته، وهخلي مصر كلها تقول نعمة سعيدة أبو علب ربت راجل. هي بس الحاجة الوحيدة اللي مش عارف أغيرها في اسم أبوه، أصلي هسميه سعيد فيبقى اسمه سعيد صلاح، بس مش مشكلة، ممكن يسمي نفسه اسم شهرة، سعيد أبو علب على اسم جده، أو سعيد أبو علب جونيور. وهطلعه محامي برضه، محامي كما أنزل، عشان يكمل مسيرة أمه وجده. وأحجز لي الركنة اللي جنبي في قهوة محروسة، وأعمل له يافطة كبيرة مكتوب عليها سعيد أبو علب جونيور المحامي بالنقد والإدارية العليا. يا نعمة خدي نفس واكتمي جواكي وهم مرة واحدة. حبي انت هتولديني هنا محروسة؟ اطلبوا لي اسعاف. اسعاف اسعاف يا اخوانا، اسعفونا. سعيد يا ولا اسمع كلام جدك كراسي. ليكي عندي خبر حلو، انا حامل. انت حامل؟ مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا اكرم. الله يبارك فيك يا نعم.
حالا يا استاذ سعيد الاكل هيكون جاهز، بس اوعى تشتكيني لمامي، انت عارف لسانها. ده انا شفته بعيني، ولما واجهته قال اني جرحته، ملعون قلب اللي افتكرك سندي وهتقوي. على قلبي جرحني وخان، انا لا تخان ولا تهان، انا لا تخان ولا تهان، وبناقص ناقص داس على قلبي جرحني وخان.